أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي مجموعة محاضرات الفسيولوجي ريفيجن اللي هي المراجعة، وهي المرة دي هتبقى لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو ريش، بناء على طلب من عدد من زملاء الأمس، من تلاميذ الأمس وزملاء اليوم اللي هم أساتذة هناك. الأول عايزين نتفق أن طبيعة المحاضرات الخاصة بالريفيجن أن إيقاعها سريع مكثفة، بتركز على النقاط الأهم، والمراجعة فيها قليلة عشان عاوز أغطي مساحات كبيرة. حضرتك تقدر تعيد الفيديو زي ما أنت عاوز، اللي هو هننزله على بإذن الله اليوتيوب، والورق هنزله يعني محاضرة بمحاضرة. فنتوكل على الله ونبتدئ نبتدئ الاندوكراين ريفيجن ليكتشر 1. هنبتدي انا عشان اتفق معاكم ان النهارده يا اولاد عندنا اربع لوحات ندرسهم. نبتدي، اتوكل على الله نبتدئ. فاول موضوع عندنا اللي هو الانترا سيلولار كوميونيكيشن، اللي هو التواصل بين الخلايا، كوميونيكيشن عن تواصل. احنا عارفين يا اولاد ان احنا وي هاف تو كنترول سيستمز، اللي هو نيرفس، وده يتميز بانه سريع لان سرعه الاشاره العصبيه يمكن ان تصل الى 120 متر في الثانيه في جروب اي الفا فايبرز، بينما الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق الهرمون ريجوليشن فدي بتتميز بانها سلو. ليه؟ لان الهرمون في الاغلب بيمشي في الاغلب فقط في الدم. اسرع سرعه للدم يا اولاد هي في شريان الاورطه، يصل نص متر في الثانيه. يبقى شوف لما قارن هنا نص متر في الثانيه بهناك في النيرفس 120 متر في الثانيه. وتملي بقى اجيب على السؤال الاتي، وليه ربنا عمل نيرفس واندوكراينال؟ يعني احنا في الاغلب نقعد نقول ايه، المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. لا، هنا الـ يعني الاثنين او الاثنين سريع 120 متر في الثانيه في اقصى سرعه يبتدي، والهرمونال لانه سلو في اسرع سرعه ليه نص متر في الثانيه يكمل. طيب لو جالك سؤال انتراسيلر كوميونيكيشن، الاجابه النموذجيه كالاتي يا اولاد، هتجاوبوا في ستة نقاط، وعشان بالطريقة تفكر 3-2-1، وبعدين للأوائل بيحطوا على الهامش كنوت موضوع آخر هنقوله في الآخر نقطة كده. أول ثلاث حاجات هناخدهم اللي هما الهرمون. لو إن الهرمون أطلق في البلد، يعني أطلقنا الهرمون في البلد، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى هيروح لأكثر من نسيج، نسميه اندوكراينال. اما لو الغده اطلقت الهرمون في التيشو فلويد، يعني مش في البلاد، يبقى هيروح لتيشو واحد بذاته، يبقى اقل تاثيرا، فنسميه باراكراينال. بارا يعني موازي، يعني مش في المينستريم. المينستريم هو الاندوكراينال، لما الهرمون يطلق في البلاد. وفي الحاله دي هيبقى تاثيره على اكثر من نسيج، لكن لو اطلق في تيشو فلويد واحد يبقى تأثيره على نسيج واحد، يبقى حاجة موازية باراكراينال. تملي كلمة بارا تعني إنها حاجة أقل، زي ما أقول حضرتك الميديكال مان في الأوفيس في العيادة، بس معاك ممرضة، معاك تمرجي، دول يسموهم باراميديكال، يعني برضو في الطب بس باراميديكال. أما لو الهرمون أطلق ثم رجع ليؤثر على الخلية التي أطلقته نسميه أوتو، أوتو يعني ذاتي، أوتو كراينال. يبقى في الهرمونز خدنا ثلاثة، في البلد اندوكراينال، في التيشو فلويد باراكراينال. يرجع يأثر على الخلية أو الغدة اللي أطلقته يبقى اوتوكراينال. طيب دول أول ثلاثة. ناخد الاثنين اللي بعديهم، فيهم كلمة نيورو يا أولاد. نيورال اللي هي زي ما قلنا دي رابد،
قبل كده كانوا سلوك بتوع الهرمون زور رابد. ليه؟ لان قلنا سرعه الاشاره العصبيه 120 متر في الثانيه، طلع في النهايه كيميكال ترانسميتر ياثر على الاورجن المعني، تبقى دي رابد. طب في حاجه ثانيه فيها كلمه نيورو، نيورو كراينال، خد بالك الخلطه، يعني هنبتدي بنيرف امبلس 120 متر في الثانيه وننتهي، مش يطلع هرمون، مش يطلع كيميكال ترانسميتر، يطلع هرمون يطلق في البلاد، يبقى انتهى بحاجه سلو، يبقى انترميديت، لا هو رابد زي النيرفس لان بدانا نيورو، ولا هو سلو زي الاندوكراين لان انتهينا كراينا. فيبقى ده الاثنين اللي فيهم كلمه نيورو. طيب الحاجه اللي لوحدها بقى، في طريقه سادسه لوحدها كده بتتحكم في الامر اللي هو الجاب جانكشن. لما يبقى عندي يوجد خليتان متجاورتان، هنا بقى عشان انقل الماسنجر اللي هو الناقل اللي هو الرسول اللي هيحمل رساله من خليه A لخليه B، بيتم عن طريق جاب جانكشن اللي هي عباره عن سموها كونكسون، يعني حاجه بتكونكت، اللي هي عباره عن هكساجونال بروتين، بروتين زي ما انت شايف شكله سداسي، بحيث الناقل اللي هو الماسنجر ينتقل من الخليه الاولى الى الثانيه دون ان يتبدد في الاكسترا فلويد. حاجه عامله زي كده بنقول ايه، مدينه القاهره ومدينه الجيزه ما بينهم نهر النيل. طب انا عاوز الناس تنتقل، السيارات تنتقل من غير ما تغرق في النيل، يبقى بكوبري بريدج، هو ده الجاب جانكشن اللي هو عباره عن بنسميه كونكسون وهو هكساجونال بروتين. يبقى دي الاجابه النموذجيه للطالب الممتاز. ثلاثه هرمون اندوكراينال باراكراينال اوتوكراينال، اثنين نيورو نيورال دي الرابيد، ونيورو كراينال خلطه من الاثنين تبقى دي انترميديت، دول اثنين مع بعض يبقى ثلاثه واثنين. حتى انا عامل لك الالوان هنا باللون الاسود هنا باللون الاحمر لو لاحظت. طب واحده لوحدها اللي هي الجاب شانكشن، يبقى عندي في الانتر سيلولر كوميونيكيشن 3 2 1، ثلاثه هرمونال اثنين فيهم كلمه نيورو والجاب جانكشن. طيب ليه الاوائل يضيفوا في حاجه اسمها سايتوكين؟ السايتوكين دي ماده بتطلق يا اما في الدم فتبقى هرمونال، او في تيشو فلويد تبقى اللي هو اندوكراينال، او ممكن تبقى في التيشو فلويد باراكراينال او ايفن اوتوكراينال، سميها سايتوكين. غالبا بيطلقها كرات الدم البيضاء، لما نعرف تركيبها ووظيفتها يتحول اسمها من سايتوكين الى انترلوكين. حتى واضح كلمه حلوه قوي، انترلوكين اللي هو الانترنت بتاع الليوكوسايتس، عباره عن الانترنت بتاع الليوكوسايتس، احنا بنتواصل باشارات الانترنت الكترونيه، هم بيتواصلوا باشارات كيميائيه فيسموها انترلوكين. يبقى طول ما اسمها مش معروف نسميها سايتوكين، لما يتعرف نسميها انترلوكين. يبقى دي الاجابه النموذجيه للانتر سيلولر كوميونيكيشن، ثلاثه فيهم كلمه كراينال اندوكراينال باراكراينال اوتوكراينال، اثنين فيهم كلمه نيورال نيورال اند نيوروكراينال، واحده اللي هي جاب جانكشن. والاوائل هيضيف حكايه السيتوكين اللي هي لما نعرف وظيفتها وتركيبها الكيميائي نسميها انترلوكين، وهي بتشتغل يا اما اندوكراينال باراكراينال او اوتوكراينال. تقل السؤال الثاني يا اولاد، سام بروبرتيز اوف هرمونز. ليه بقول سام بروبرتيز؟ لأن حقيقة الأمر خصائص الهرمونات أكثر من إن ممكن يتضمنها لستة واحدة. عشان كده لو جالك سؤال في النظري properties of hormones هتكتب المجموعة دي وتبقى فاهم ده some properties الأكثر أهمية. وكعادتنا يا ولاد أحب النظام قوي، ما عشقت مثل عشق النظام. فهناخدهم بترتيب الأحداث، حتى هما هحطهم في أربع مجموعات، شوف النظام كل مجموعة فيها ثلاث كلمات. تسميها المنتال سيت، التهيؤ الذهني، يبقى انت مهيئ، وده بيساعد الذاكره اكتر. ان اربع مجموعات كل مجموعه فيها ثلاث معلومات. طب وبعدين بترتيب الاحداث، يعني الاول الهرمون بيبقى ريليز حلو، وبعدين بيدخل الدم او التيشو فلويد فيعمل الاكشن ويبقى كنترولد، يبقى في اكشن ثلاثه وكنترول ثلاثه، وبعدين بعد ما يخلص يحصل له ريموفال، يبقى دي الاربع مجموعات. نيجي في كل مجموعة بقى عندي ثلاث كلمات. ريليس، الهرمونات يا ولاد بتطلق in small amount،
يعني بالمايكروجرام، واقول لك والاصدق مش حتى بالمايكروجرام اللي هي 10 اس ناقص 6، ده بتبقى بالنانوجرام. عارف نانو في اللغه يعني 9، كنت حكيت لكم كده شهر نوفمبر، لسه مو نوفمبر لانه كان قبل ما يحطوا يوليو اغسطس، عشان يوليوس واغسطينوس اللي هم اللي دول كان هو الشهر التاسع اللي هو دلوقتي بقى ال 11 بعد ما حطوا يوليا واغسطس نسبه للاباطره دول. فنانو يعني 9 يا ولاد. معظم الهرمونات بتطلع مش بس ان سمول اماونتس مايكرو جرام، ده في الاغلب نانو جرام، يعني 10 اس ناقص 9، كميه صغيره جدا جدا. دي تفيدك في الام اس كيو، يبقى ما يجيب لي هرمون بيطلق بالملي جرام يبقى غلط، هنا التمييز غلط. هو في الاغلب نانو جرام وممكن يبقى مايكرو جرام. طب ليه الكلام ده؟ ليه بيطلقوا بالكميات الصغيره دي؟ لان هما افتح ودنك بيولوجيكالي فيري اكتف، فيري اكتف كومباوندز، فمش محتاجين غير كميات صغيره. طب شوف العظمه الالهيه، ده مش بس بيطلقوا بكميات صغيره ولكن مفيش اسراف، ربنا ضد الاسراف والمسرفين. according to the body needs، حسب احتياج الجسم، يعني مش عشان كميه صغيره تطلع باي كميه، لا. according to the body needs نمره 2. طب نمره 3 بتطلع بطريقتين يا اولاد، يا اما continuous يعني بصوره مستمره، او impulses. impulses يعني في نبضات. impulses ايه بقى القيمه؟ افهمها لك. impulses تتميز عن continuous في حاجه، ان في حاله continuous لو الهرمون زاد هناخد حاجه بعد كده اسمها داون ريجوليشن، عدد الريسبتور بيقل، ده لو كانوا بيطلعوا بصوره continuous. لكن لما يطلعوا impulses يطلعوا شويه وتوقفوا شويه، impulses يعني نبضات، ويقفوا ما يدوش فرصه للريسبتور انها تقل. ده اهميه ان بعضهم هيطلعوا continuous وبعضهم بيطلعوا impulses، يبقى ده ريليس. ان سمول اماونتس غالبا بالنانو جرامز حسب البادي نيدز نمره 2، وcontinuous or impulses. نيجي للاكشن يا اولاد، 3 ريليتد تو ذا اكشن. The first step in the mode of action of any hormone، ده سؤال مسكين مهم جدا. ايه اول حاجه يعملها الهرمون؟ ان يمسك في الريسبتور، ان يكون هرمون ريسبتور كومبلكس. يعني ما يجي لك في الام اس كيو قول الفيرست ستيب ان ذا مود اوف اكشن اوف اني هرمون، ما تقراش السؤال. اليونيون ويف سبيسيفيك ريسبتور، وبقولها بطريقه ثانيه، لو السيلز عليها ريسبتور يبقى الهرمون هيشتغل عليها، ما عليهاش ريسبتور يبقى الهرمون ما يقدرش يشتغل عليها. يبقى الفيرست ستيب في الاكشن هو اليونيون ويف سبيسيفيك ريسبتور. طب ثاني حاجه في الاكشن، ان ممكن الريسبتور يبقى في خلايا كتيره وعليه يبقى الاكشن جنرالايز، لكن ممكن يبقوا في خلايا قليله زي في حاله السكس هرمونز يشتغلوا على السكس اورجانز اساسا، يبقى الاكشن يبقى سبيسيفيك. التالت اهم بقى يا اولاد، الهرمون ده ما هو الا الفيرست ماسنجر، الرسول الاول الذي اطلقته الغده، مش هو اللي بيعمل العمل، في واحد تاني بيشتغل له. فاذا كان الهرمون هو الفيرست ماسنجر يسموا ده السكند ماسنجر. طب ايه قيمتها في الام اس كيو؟ ان ممكن يا اولاد الهرمون يبقى انكتيفيتد اتكسر بس الاكشن شغال، تبقى فاهم ليه؟ عشان هو ما اشتغلش بنفسه، ده في واحد بيشتغل له اللي هو السكند ماسنجر. فده في الام اس كيو لما يقول لك ان الاكشن اوف هرمون لاست لونجر ذان ذا ديوريشن اوف هرمون او افتر انكتيفيشن اوف ذا هرمون، صح، لانه مش الهرمون اللي بيعمل اكشن، الهرمون ده فيرست ماسنجر، اللي بيعمل هو السكند ماسنجر. طب نيجي بقى الثلاثة المتعلقين بالكنترول، وما عشقت مثل عشقي النظام والفهم يا أولاد. هرمونات كتيرة قوي هناخد بتتأثر بالهايبوثالاموس، بالنيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالاموس. يعني مين الجزء في النيرفس سيستم؟ سؤال ام اس كيو، اللي بيأثر في الاندوكراين الهايبوثالاموس اللي هو الغدة اللي تحت سريريا. طب ايه قيمه هذا الكنترول؟ ان الهايبوثالاموس ده جزء من النيرفس سيستم يتلقى الانفورميشن، وعلى حسب المعلومات المتعدده يحدد كميه الهرمون اللي انت محتاجها تبعا لهذه المعلومات. طيب افرض ان الهرمون انطلق بصوره اكتر، في بقى ميكانيزم من تحت يعني من فوق الهايبوثالاموس النيرفس سيستم من تحت الفيدباك
ده يثبت. لو الهرمون زاد عن الاحتياج يقلله، لو قل عن الاحتياج يزوده. ده الفيدباك. هتقولها بطريقه طريفه يا اولاد، يبقى كنترول من فوق من النيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس، افتح ودنك، يحدد. وكنترول من تحت الفيدباك يثبت. يبقى واحد يحدد الهايبوثالامس والتاني يثبت اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طب استني يا اولاد، ان الهرمونات في هرمونات تطلع اكثر الصبح وهرمونات اكثر بالليل، ودي سنه الخالق سبحان الله، ان كل حاجه ربنا عاملها في دورات. الكون نجوم يدور حولها البلانيتس، لاصغر حاجه الاتومز عباره عن بروتونز ونيوترينز يدور حولها الالكترونز، مرورا كل حاجه في الخلق دورات. فعشان كده في خاصيه الديورنال اور سيركاديان ريذم، الايقاع الدوري في الهرمونات، ايقاع دوري. في غدد تشتغل الصبح زي الادرينال جلاند لانها متعلقه بالستريس والستريس الصبح، وغدد ليليه زي البيتيوتر يا اولاد، لان مثلا البيتيوتر بتطلق الانتي بيريتيك هرمون، الهرمون اللي بيمنع الديوريسيس اللي هو ادرار البول، طبعا محتاجه بالليل عشان ما اقومش التواليت كتير. الانتيرو بيتيوتري برضه، البيتيوتري تطلع جروث هرمون، يشتغل احسن وانت نايم لانه هيشتغل مش ضد الجرافيتي. لكن لو طلع جروث هرمون والطفل واقف الصبح هيبقى هيمنو الجسم عكس الجرافيتي. يبقى ده يدل على ايه يا اولاد؟ انتوا عارفين انه وراء الخلق خالق. يبقى الكنترول من فوق النيرفس سيستم الهايبوثالامس يحدد، من تحت الفيدباك يثبت، وفي العموم في ديورنال اور سيركاديان ريذم قد يكون ايقاع يومي، ان الادرينال جلاند غده صباحيه والبيتيوتري غده والبيتيوتري غده مسائيه، ولكن في ايقاع شهري زي الهرمونات بتاعه الدوره الانثويه. طيب النقطه الرابعه ريموفال يا اولاد، الهرمون بنتخلص منه بثلاث طرق، غالبا بالتيشو ان اكتيفيشن، انه لما يروح لتيشو معين بعد ما يكون السكند ميسنجر نكسره، وحتى السكند ميسنجر ده هيتم تكسيره. طيب لكن في هرمونات موستلي بتبقى ميتابولايز في الليفر، كسر في الليفر، ودي في نقطه هنا اكلينيكيه، كان واحد بيقول لي حط نقط اكلينيكيه، ان في اللي عندهم مرض في الكبد في هرمونات كده بتزيد ما تقلش، لان ما اتكسرتش زي هرمون الالدوسترون. هنبقى ناخد نوع من انواع الزياده في الالدوسترون سببه بوظان الكليه، زي الهرمون انثوي الايستروجين بيتكسر في الكبد، لما الكبد يبوظ الايستروجين يزيد. معايا يا اولاد؟ وبعدين الميتابوليك برودكتس بتطلع في الميتابوليك برودكتس بتطلع في الكيدني. تمام؟ ده القصه. يبقى الوضع كالاتي يا اولاد، في ناس بتقول السوق منخفض، اتمنى كده يكون عالي شويه. اي ثينك يبقى قلنا ان البروبرتيز اوف هرمونز، لو جات لك سؤال نظري، ثلاثه متعلقين بالريليس، ثلاثه متعلقين بالاكشنز، ثلاثه متعلقين بالكنترول، وبعدين ثلاثه متعلقين بالريموفال، يبقى اربع ثلاثات. وما عشق مثل عشقي للنظام. دي كانت اللوحه الاولى من لوحات الاربعه بتاعه النهارده باذن الله. باقي اللوحه الثانيه بحبها قوي، بتمثل يا اولاد خريطه الاندوكراينال جلاندز. يعني بدل ما نبتدي دراسه غده غده وانت مش فاهم علاقه الغدد ببعضها البعض، ما تيجي ناخد الخريطه. والخريطه لطيفه انها تثبت انه وراء الخلق خالق. ان الخالق سبحان الله قسم الغدد الصماء الى مجموعتين، كل مجموعه متجانسه، ففي مجموعه تحت تاثير الانتيريور بيتيوتري. واحد يقول لي هو يعني ايه انتيريور بيتيوتري؟ دي الماستر جلاند يا اولاد، دي اهم غده في الجسم، البيتيوتري، الغده النخاميه. وما ليه سموها بيتيوتري؟ اقول لك، بيتيوتري يعني نخامه، او نقدر نقولها بطريقه ثانيه البسط. ان هم لما حطوا البرين كده يا اولاد لقوا غدة البيتيوتري مدلاه منه بالشكل ده، حاجه عامله زي ما يكون في تف اهو مع الاعتذار، بسط
فسميها بيتيوتري ومعناها البصقة. ده اسم يعني سخيف قوي ان نقول نحن نشرح النهاردة البصقة. فالعلماء غيروا الاسم الى هايبوفيزيس سيريبراي يعني نمو تحت المخ. هايبو يعني تحت, فيزيس يعني نمو, سيريبراي يعني مخ. فاحنا مش هنستخدم كلمة بيتيوتري دي, هنستخدم بدلها هايبوفيزيس سيريبراي. حتى العلماء ما يحبوش التطويل يا اولاد, فاختصروا الاسم الهايبوفيزيس, مع ان الصح ان نمو تحت ايه, الصح هايبوفيزيس سيريبراي, لكن لما نقول هايبوفيزيس نحن نعني البيتيوتري. نص الاندوكراين الجلانز يا اولاد تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري. وتعالى انا احب النظام قوي يا اولاد. فاول واحده فيهم اللي هي الثايرويد, ثلاث غدد تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري, ثايرويد, ادرينال كورتكس, والجونادز اللي هو التستكل في الميل والاوفريس في الفيميل. يبقى ثلاث غدد تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري. يعني ايه تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري؟ عشان يشتغلوا لازم البيتيوتري تطلع لهم ستيميليتنج هرمونز, هرمونات تشغلهم. فللثايرويد البيتيوتري بتطلع ثايرويد ستيميليتنج هرمون, للكورتكس ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون, للجونادز جونادوتروبينز اللي هم الاف اس اتش والال اتش. طيب نفس المجموعه دي اللي تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري هي اللي بدورها تحت تاثير الهايبوثالامس, النيرفوس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس. يعني ايه؟ يعني عشان البيتيوتري تطلع الاستيميليتنج هرمونز دول لازم الهايبوثالامس تبعت لها ستيميليتنج هرمون, ريليسنج هرمون, هرمون يطلعهم, وفي بعض الاحيان يعمل لهم انهبيشن. يبقى عشان البيتيوتري تشتغل لازم الهايبوثالامس يأمرها في الاغلب بريليسنج هرمونز, وفي الاقل بانهبيتنج هرمونز. طب ازاي الهرمونز هينتقلوا من الهايبوثالامس للهايبوفيزيس؟ سهله, عن طريق فاسكولار كونكشن. مجموعه كابيلاريز في الهايبوثالامس تاخد الريليسنج والانهبيتنج هرمونز وتنقلهم عن طريق فيسل, يطلعوا هناك في البيتيوتري من مجموعه تانية من الكابيلاريز. فيسموا ده يا اولاد ايه بقى؟ شوف اسم جميل قوي, هايبوثالامو عشان طالع من الهايبوثالامس, هايبوفيزيال عشان رايح للهايبوفيزيس, بورتال سيركوليشن. اما ليه كلمه بورتال؟ انت عارف في الاناتومي لما يبقى فين موجود ما بين تو سيتس اوف كابيلاريز, مفروض الفين الطبيعي يبتدي بكابيلاريز وينتهي في الهارت. انما لما يبقى فين مبتدي بكابيلاري ومنتهي في كابيلاري نسميه بورتال. واذكرك زي البورتال فين اللي بيوصل الانتستين بالكبد, يبتدي بمجموعه كابيلاري في الانتستين تمتص نواتج الاكل الغذاء, وينتهي بكابيلاريز في الليفر, النواتج الحاجات اللي قلناها دي تطلع في الليفر تو بي ميتابولايزد. يبقى اتعلمنا حاجه حلوه النهارده, اي فيسل اي فين ما بين تو سيتس اوف كابيلاريز نسميه بورتال فين او بورتال سيركوليشن. يبقى خلصنا ان المجموعه دي الثلاث غدد دول يا اولاد اللي هم نقولهم تاني مع بعض اللي هم الثايرويد والادرينال كورتكس والجونادز, تمام, دول تحت تاثير البيتيوتري عن طريق ستيميليتنج هرمونز اللي بدورها تحت النيرفوس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس عن طريق ريليسنج او انهيبيتنج هرمونز, يوصلوها عن طريق, احفظ دي كويس قوي, هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. دي كانت اول خاصيه للمجموعه دي. في خاصيه ثانيه مهمه جدا, انا قلت لكم يا اولاد الطلوع على الاشكاليه طاقة, وربنا ما بيحطش اي مجموعه مع بعض, وده يثبت انها مش خلق عشوائي انما خلق الهي. بماذا تتميز هرمونات هذه المجموعه؟ بانها الادرينال كورتكس والجونادز بيطلقوا ستيرويدز, والثايرويد بتطلق الثايروكسين اللي هو التي 4 والتي 3. الستيرويدز والثايروكسين بيتميزوا بان هم سوليبل ان ليبيد, يدوبوا في الليبيد, لايبوفيليك يعني
يدوبوا في الليبيد، حتى مكتوبه خطا هنا لايبوفيليك يعني يدوبوا في الليبيد. طب ايه قيمتها دي؟ ان يقدروا يدخلوا الخلايا الهرمونات دي بالسمبل ديفيوجن، لان جدار الخليه عباره عن ليبيد. دخلوا جوه الخليه يبقى هيوصلوا للنيوكليس، ما دام دخلوا جوه الخليه ياثروا في الثانسز، يخلوا الخليه تنتج بروتينات. طب والثانسز هياخد وقت، يبقى الاكشن سلو. فحفظتها يا اولاد لاجيال بان المجموعه اللي تحت اسيل انتيبيوتيتالي تتميز بال 5S. تعال نقولهم تاني، تركبهم استيرويدز ومعاهم الثيروكسين، ادي اول اس. سوليبل الليبيد، لايبوفيليك وعليه يدخل الخلايا بالسمبل ديفيوجن، ادي تالت اس. وعليه يأثروا في السنسز بروتين، دي رابع اس. وعليه الاكشن بتاعهم هيبقى سلو، ياخد اورز تو دايز. طب اقول لكم حاجه جميله، انا عاوزك تفهم زي ما انا فاهم القصه. يبقى المجموعه دي بتتميز بحاجتين لحد دلوقتي، بانها سلو كنترول، عارف ليه؟ لانها ما تشتغلش غير لو البيتيوتري طلعت لها ستيميليتنج هرمونز، والبيتيوتري ما تشتغلش غير لو الهايبوثالاموس النيرفوس سيستم امرها عن طريق ريليسنج او انهيبيتنج هرمونز. يبقى سلو كنترول، وفي نفس الوقت تاني ميزه سلو اكشن. شوف التناغم اللي يدل على انه وراء الخلق خالق، رؤيه خاصه لعبد الله افهمها، مش مكتوبه بوضوح في اي كتاب، ان تدل على انه الخالق في فكره معينه. هي دي المجموعه البطيئه في الكنترول تحت تاثير البيتيوتري عن طريق الاستيميليتنج هرمونز، وبدوره النيرفوس سيستم الهايبوثالاموس عن طريق الريليسنج انهيبيتنج هرمونز. مش مصادفه ان اللي بطيئه في الكنترول لازم تبقى بطيئه في الاكشن، مش معقول ربنا يحط حاجه مع حاجه. فهي هنا بطيئه في الاكشن لانها هي سوليبل الليبيد زي الاسترويدز والهرمونات بتاع الثيرويد، تدخل الخليه بالسمبل ديفيوجن الاس الثالثه، تشتغل على الثانسز، والثانسز ده هياخد وقت سلو اورز تو دايز. القصيده الثالثه والاخيره اعلمها لك للمجموعه دي، معلومه مهمه جدا في الام اس كيو. كل الهرمونات اللي هم سوليبل الليبيد لايبوفيليك يبقوا بالعكس هيدروفوبيك، اللي يدوبوا في الماي في الزيت في الليبيد ما يدوبوش في الماي، هيدروفوبيك. حتى بقولها بطريقه لطيفه يا اولاد، عارف لما يقولوا لنا ايه؟ الزيت والماء لا يختلطان، اللي يدوب في الزيت في الليبيد ما يدوبش في الماء، هيدروفوبيك. طب ايه قيمتها دي؟ اديك معلومه مهمه جدا في الام اس كيو، ما يدوبوش في الماء الهرمونات دي. طب لما يطلعوا في الدم، هم اساسا بيطلعوا في البلازما، هي 90% من البلازما ميه، طب ازاي ما يدوبوش في الماء وهيمشوا في البلازما؟ يبقى كان لازم المجموعه دي افهم ما تحفظ، يبقوا كارد على بلازما بروتينز عشان يبقوا ميسبل وذ ووتر، قابلين للخلط مع الميه. يبقى بقيه الناس تحفظ يا اولاد ان مين متشال على بروتين عمالين يحفظوا لسد، انتوا فاهمين ان الايبوفيليك اللي بيدوبوا في الزيت ما يدوبوش في الميه، هيدروفوبيك. طب الهرمون بيطلق في البلازما اللي هي 90% منها ميه، ازاي هو ما بيدوبش في الميه وهيبقى في الميه؟ يبقى كان لازم يبقى كارد على بلازما بروتينز. مين لي جلوبلينز؟ ده سؤال داخل سؤال، مع ان الجلوبلين مش اكتر حاجه، القلب من اكتر منه، مين لي جلوبلين وشويه على القلب. طب ليه مين لي جلوبلين؟ لان الجلوبلينز عندهم هاي افينيتي للهرمونز، بس في اكسبشن لاوائل الاوائل ما عدا الهرمونات الانثويه بتاعت الاوفرز اهي، دي بتحمل اساسا على القلب. طب واحد يقول انت بتفهمنا، طب ما تقول لنا اشمعنى دول اكسبشن على القلب؟ مفيش اكسبشن، الاكسبشن الوحيد يا اولاد انه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. الهرمونات الأنثوية يا أولاد دي بتزيد بصورة رهيبة في الحمل، الإيستروجين والبروجسترون، ما ينفعش يتشالوا غير على أكتر حاجة في البلازما بروتينز ألا وهي الألبوم. يبقى شفتوا يا أولاد، وما عشقت مثل عشق للنظام، المجموعة الأولانية اللي هي تحت تأثير الأنتيروبيوتري بتشمل ثلاث غدد، نقولهم تاني مع بعض، ثايرويد، ادرينال كورتكس، اند جونادز، وتتميز بثلاث مميزات، ثلاث غدد وثلاث مميزات، انهم سلو كنترول، لان المجموعه اللي تحت تاثير الانتيبيوتري عن طريق ستيميليتنج هرمون، هي بدورها تحت تاثير النيرفوس سيستم ممثله في الهايبوثالاموس عن طريق ريليسنج وانهيبيتنج هرمونز.
يبقى لازم الهايبوثالاموس تشغل بيتيوتري، البيتيوتري تشغل الجلاند، يبقى سلو كنترول. الميزه الثانيه اداء سلو كنترول يبقى 100% سلو اكشن، فيبقى في تناغم. ليه؟ لانها بتطلق الخمسه اس، استيرويدز اللي هو الادرينال كورتكس والجونادز، ومعاهم الثيرويد هرمونز اللي هم سوليبل إليكت، وعليه يدخلوا من جدار الخليه بالسمبل ديفيوجن، وعليه يوصلوا النيوكليس يعملوا ثانسز، والثانسز هياخد وقت يبقى سلو اورز تو دايز. طب والخاصيه الثالثه علمتها لكم بطريقه حلوه، الزيت والماء لا يختلطان، اللي هم لايبوفيليك يبقى هيدروفوبيك، ما يدوبوش في الميه. طب ازاي وهم يمشوا في البلازما 90% منها ميه؟ يبقى لازم هي دي المجموعه اللي بتتشال على بلازما بروتينز، مين الجلوبلينز ان عنده هاي افينتي، ما عدا الهرمونز بتاعه الاوفرس بتتشال على البيومن ليكاثراتيا، فاحتاجت البروتين الاكثر. طاقه المجموعه الثانيه بقى يا اولاد، ثلاث غضب برضه، نوت اندر كنترول، افتح ودك، لا انتيرور ولا بوستيرور بيتيوتري، يعني مش كنترول بحاجه، مالهمش دعوه بالبيتيوتري، لا انتيرور الاولين بالانتيرور دول، لا انتيرور ولا بوستيرور. عاملهم في مقابله لطيفه يا اولاد، هنا الثيرويد الغده الدرقيه يبقى هنا الباراثيرويد الجار درقيه، هنا الادرينال كورتكس يبقى هنا الادرينال مظله، هنا الجونادز يبقى هنا البنكرياس، يبقى ثيرويد قصادها باراثيرويد، كورتكس قصادها مظله، جونادز قصادها بنكرياس. طيب امال دول كنترول ازاي؟ يبقى هم لا في بيتيوتري ولا فيها هايبوثالاموس، كنترول باي ذير اون فانكشنز. يعني ايه؟ وظيفة الباراثرمون يا ولاد، الباراثرمون ده وظيفته انه يعلي الكالسيوم في الدم، يبقى امتى المفروض يطلع؟ لما الكالسيوم في الدم يقل، يبقى كنترول بالاون فانكشن. البنكرياس بيطلع الانسولين اللي هو بينقص الجلوكوز، يبقى امتى يطلع؟ لما الجلوكوز يزيد في الدم، يبقى كنترول بالاون فانكشن، وعليه يبقى الكنترول رابيد. شوف يعني ربنا بينقي حاجات رائعه، مش اي مجموعه، لو دي طبيعه اللي بتخلق اولاد ما تبقاش وراها القوه العاقله دي. طيب انت تتوقع بقى دام رابيد كنترول يبقى الاكشن هيبقى ايه؟ هيبقى هو كمان رابيد. تعال نتفرج، المجموعه دي بتطلع بروتين وبوليبيبتايدز اللي هم الباراثيرويد والبنكرياس، بيطلعوا بروتين وبوليبيبتايدز والكاتيكولامينز معاهم، لان كل دول البروتين والبوليبيبتايدز والكاتيكولامينز يتميزوا بقى بالعكس بان هم انسوليبل الليبيد، لايبوفوبيك، ما يدوبوش في الليبيد. طب مش هيدخلوا جوه السيل ميمبرين، لان هم ما بيدوبوش في الليبيد والسيل ميمبرين عباره عن ليبيد، يبقى الريسبتور بتاعهم في السيل ميمبرين، ما دخلوش جوه الخليه، فيقفوا بره الخليه كده ينوك اون ذا دور، يخبطوا على الباب، البروتينات اللي اوريدي موجوده جوه الخليه يعملوا لها اكتيفيشن، يعني مش هيصنعوا بروتينات، البروتينات اللي موجوده يعملوا لها اكتيفيشن، يعني هي اوريدي موجوده هيعملوا لها اكتيفيشن، يبقى الاكشن رابيد وذين مينتس. شوف المقابله جميله ازاي يا اولاد، يبقى الرابيد كنترول رابيد اكشن. ليه؟ لان هما ما بيدوبوش في الليبيد، وبالتالي اللي هما البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم كاتيكولامينز، وبالتالي ما يدخلوش الخليه، ريسبتور على السيل ميمبرين، دي معلومه في الام اس كيو، ريسبتور على السيل ميمبرين، وبالتالي نوك اون ذا دور يعملوا اكتيفيشن لبروتينات الخليه، والاكتيفيشن ده مش هياخد وقت، يبقى رابيد وذين مينتس. طب وعلمتكم حاجه جميله، اللي انسوليبل الليبيد اللي لايبوفوبيك يبقى هيدروفيليك، يدوبوا في الميه، يدوبوا في الميه، يبقى لما هيطلقوا في الميه مش محتاجين ندوبهم في الميه، يبقى المجموعه دي not carried على بلازما بروتينز، يعني هرمونات الباراثيرويد والبنكرياس not carried على بلازما بروتين، ما عدا مين يا اولاد بقى؟ 50% من الكاتيكولامينز الاوائل. ليه؟ لان الكاتيكولامينز دي معموله من 1 امينو اسيد اللي هي تيروزين، احنا مش بنشيلهم على بلازما بروتين عشان ندوبهم، بغرض اخر عشان ما ينزلوش في اليورين، ما يبقوش يعني دو نوت باس النيورون، وحتى المجموعه الثانيه اللي هي بروتين وبوليبتايد بيتشالوا لنفس السبب على بلازما بروتين، يعني لسبب اخر، مش بس يبقوا هيدروفيليك انما عشان ما ينزلوش في اليورين. يبقى المجموعه الثانيه وما عشقت مثل عشق النظام يا اولاد، ثلاث غدد بثلاث خصائص، تعال نقولهم، هناك كان ثيرويد، هنا باراثيرويد،
هناك كان أدرينال كورتكس، هنا أدرينال ميدالا، هناك كان جونادز، هنا بنكرياس. يبقى ثلاث غلل هم وبثلاث خصائص. الكنترول رابيد بالاون فانكشنز لهم تحت تأثير الانتيرور بيتيوتري ولا الهايبوثالاموس بدوريها. وأدام رابيد أكشن يبقى في نفس الوقت رابيد كنترول، يبقى هيبقوا رابيد أكشن نمرة اثنين. وقلنا ليه بقى جات ازاي رابيد أكشن؟ إن هما لايبوفوبيك، ما يدوبوش في الليبيد، يبقى ما يدخلوش جوه الخلية، يبقى يمسكوا في الريسبتور في السيل ميمبرين، يبقى ينك على الدور البروتين اللي اوريدي موجود، اللي اوريدي موجود يعملوا اكتيفيشن، يبقى الاكشن رابيد وذين مينتس. طب الخاصيه الثالثه اتعلمناها، خلف الله خليفه خلف خلاف، اللي لايبو فيليك لايبو فوبيك يبقى هيدرو فيليك، بيدوبوا في الميه. المجموعه دي هيدرو فيليك يبقى عليه بيدوبوا في الميه، يبقى نوت كارد على بلازما بروتين اكسبت 50% من الكاتيكولامينز. في بقى يا اولاد غده ثالثه متفرده صغيره نحب نقولها. طب واحد يقول لي زكي انت ما جبت السيره البوستيرو بيتوتري في القصه دي. السيره بيتوتري دي غده متفرده. اسمع بقى السؤال في ام اس كيو مهم جدا. ان دي الغده الوحيده التي تخزن ولا تصنع الهرمونات. يعني هي بتطلق تو هرمونز الانتي دايريتك والاوكسيتوسين. هي تخزنهم بس. ما بيتعملوا فين؟ بيتعملوا لها في ميجا نيرونز، يعني نيرونز كبيره قوي في الهايبوثالاموس اللي هي جزء من النيرف سيستم. حتى قلنا مجموعه نيرونز يسموها نيوكليس، فبيتعملوا في سبيشال نيوكلياي في الهايبوثالاموس. كل النيوكليس عباره عن ميجا نيرونز، نيرونز كبيره تصنع الهرمونز اللي هم الاي دي اتش والاوكسيتوسين، وينزلوا جوه الاكسون بتاع النيورون مع الاكزوبلازميك فلو ويختزن في البوستيرو بيتيوتري. يبقى من هنا نخلص سؤال مهم جدا في الام اس كيو هنجيله مع البوستيرو بيتيوتري، ان البوستيرو بيتيوتري هي الغده الوحيده التي تخزن ولا تصنع. وفي اوانيها اقول ليه ربنا عمل هذه الخاصيه، لانه وراء الخلق خالق، بس مش عاوز احط تو ماتش انفورميشن في البدايه. يبقى اذا خلصنا بان الهايبوثالاموس متصله بالبوستيرو بيتيوتري اللي هي الهايبوثيسس، بس هنا بقى عن طريق اكسون، نيرف اكسون، مجموعه اكسون زي اولاد ماشيه بره الجسم، بره النيرف سيستم، اسف سموها نيرف زي النر نيرف ريديال نيرف، انها مجموعه اكسون ماشيه جوه السنترال نيرف سيستم يسموها تراكت. فمجموعه الاكسونز اللي بتنقل الاي دي اتش والاوكسيتوسين اللي تصنعوا في الهايبوثالاموس ليختزن فقط يختزن في السيتري، واحنا قلنا الغده الوحيده التي تخزن ولا تصنع، بقيه الغدد بتصنع، دي تخزن ولا تصنع، هينزلوا عن طريق، شوف الاسم بقى، هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. يبقى ربنا في عجاله ثانيه يا اولاد حط الاندوكراينال جلانس في ثلاث مجموعات. مجموعه تحت تاثير الانتيوتري اللي هي سلو كنترول سلو اكشن وبعدين تتشال على بلازما بروتين، ومجموعه تحت تاثير لا انتيرو ولا بوستيرور ثلاثه اللي هم رابيد كنترول كنترول باي ذير اون فانكشن رابيد اكشن نمره اثنين، والمجموعه دي ما بتتشالش على بلازما بروتينز. يعني مليون سؤال في الصفحه ما عدا 50% من الكاتيكول امينز. المجموعه الثالثه فيها غده واحده بس بوستيرور بيتيوتري، الغده الوحيده التي تصنع ولا تخزن. طيب في سؤال مهم جدا هنا في النظر يا اولاد وفي الشفه. يقول لك ايه العلاقه بين التو كنترول سيستم اللي هو النيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالاموس والاندوكراينال جلاندز؟ العلاقه بتنقسم الى اتجاهين يا اولاد. ان الهرمونات بتؤثر على النيرفس سيستم، ده العلاقه الاسهل. ان في هرمونات كثيره اوعى تنساها دي عشان ما تنقص نص النمره. وهي جملة واحدة تؤثر على النيرفس سيستم، زي هرمون الثيروكسين مثلا في زيادة الغدة الدرقية بيزود الاكسايتابيلتي في النيرفس سيستم. زي الباراثرمون لما بيزود الكالسيوم يقلل الاكسايتابيلتي في النيرفس سيستم، يبقى الهرمونات بتأثر على النيرفس سيستم. العكس هو الأهم، النيرفس سيستم يؤثر على الاندوكراين جلاندز بكم طريقة يا أولاد؟ للأوائل بثلاث طرق، يعني الصفحة دي
رقم السعر بتاعها كله 3. علاقة الهايبوثالاموس بالانتيريو بيتوتري، هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، بتجيب حاجتين الريليسينج والانهيبيتنج هرمون للانتيريو بيتوتري. دي اول علاقة. يبقى اول علاقة فاسكولار ما بين الهايبوثالاموس والانتيريو بيتوتري، تجيب ريليسينج وانهيبيتنج هرمونز. تاني علاقة نيرفس، علاقة بين الهايبوثالاموس والبوستيريو بيتوتري، هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، يعني هو اكشنز نيرفس كونكشن، تجيب حاجتين برضو اي دي اتش واوكسي توسن. طب والاوائل في علاقه ثالثه بقى يا اولاد، ان الادرينالين والنور ادرينالين دول بيطلعوا في النيرفس ستريس، فالسنتر اللي بيتحكم في الادرينالين والنور ادرينالين سكريشن اللي هم كاتيكولينز موجود في الهايبو ثالاموس، اللي بيشغل تعرفين الادرينال ميدالا دي في الابدومن سبلايد بالجريتر سبلانكينيك نيرف بتاع السمباثاتيك كنترولد بال هايبوثالاموس. يبقى ده واحد من اشهر الاسئله يا اولاد، ايه العلاقه بين النيرفس سيستم والاندوكراينال جلاندز؟ اوعى تنسى العلاقه تنقسم الى اتجاهين، الاندوكراينال جلاندز يؤثروا في النيرفس سيستم، زياده الثايروكسين تزود الاكسيتابيلتي في النيرفس سيستم، زياده الباراثورمون تزود الكالسيوم تنقص الاكسيتابيلتي في النيرفس سيستم. تدي المثالين دول. العلاقه الاهم النيرفس سيستم يؤثر في الاندوكراينال جلاندز بكم طريقه؟ قلنا رقم السعر في هذه الصفحه 3، هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن مع الانتيريو بيتوتري، بتجيب حاجتين ريليسينج وانهيبيتنج هرمونز. هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت مع البوستيريو بيتوتري، بتجيب حاجتين اي دي اتش واوكسيتوسين، وبعدين ادرينالين سنتر موجود في الهايبو ثالاموس. ولا تنسى سؤال ام اس كيو مهم قوي يا اولاد، الهايبوثالاموس جزء من النيرفس سيستم، هل يمكن اعتبار الهايبوثالاموس اندوكراينال جلاندز؟ طبعا، لان الهايبوثالاموس بتطلع ريليسينج وانهيبيتنج هرمونز بيطلقوا في الدم في الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. يعني الهايبوثالاموس از ان اندوكراينال جلاند. الاجابه صح. دي كانت اصعب لوحه في اللوحات الاربعه النهارده عندنا يا اولاد. انتقل الى اللوحه الثالثه. اللوحة الثالثة، احنا قلنا الشيء لزوم الشيء، ايد لوحدها ما تسقفش. الهرمون لوحده يا اولاد انكتف، والريسبتور لوحده انكتف، الهرمون ريسبتور كومبلكس اكتف. ده سؤال ام اس كيو. يبقى تاني، هرمون انكتف الريسبتور انكتف، الهرمون ريسبتور كومبلكس هو اللي اكتف. وعليه الصفحه دي مخصصه لدراسه الهرمونز ودراسه الريسبتورز. تيجي بالهرمونز يا اولاد، يمكن تقسيم الهرمونات باحدى طريقتين، كيميكال كلاسيفيكيشن حسب التركيب الكيميائي بتاعهم الى ثلاث مجموعات. شوف رقم الساعه النهارده 3 اهو يا اولاد. اول مجموعه البروتين، بتتكون الهرمونات من بروتين وبوليبيبتايدز، الهرمونات تركيبهم بروتين وبوليبتايدز. وعندي طرق جميله جدا جدا بتحفظكم هنا وهناك يا اولاد، قلتها لاجيال. مين الغدد الصماء اللي بتطلق بروتين اور بوليبتايدز اللي هي بتبتدي بحرف البي؟ يعني شوف مصادفه، البروتين والبوليبتايدز وحرف البي، الغدد اللي بتطلقهم بتبتدي بحرف البي. بيتيوتري، بانكرياس، and parathyroid. اهي حتى انا موضح لك حرف البي، يبقى حاجه لا تنس ما تنساش طول عمرك. يبقى من تركيب الهرمونات بتاعته بروتين او بوليبيبتايدز؟ البيتيوتري والبنكرياس والباراثايرويد. دي اول مجموعه. طب عايزين نعرف عنها شويه معلومات، مين اللي هيصنع اي بروتين وبوليبيبتايدز؟ ده معلومات هيستولوجي، ده مش فيسيولوجي خالص. بيصنعوا في الرايبوزومز بتاعت الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم، ده هيستولوجي، والاساس هو الرايبوزومز. البروتين تصنع اساسا في الرايبوزومز اللي موجوده في المعظم، في المعظم اتاتشد لل جرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولم. طبعا الاوائل فاهمين ان في رايبوزومز فري ان بلاد بتعمل الهيموجلوبين، او فري رايبوزومز تعمل هيموجلوبين، يعني الاساس هو الرايبوزومز. طب المعلومه الثانيه جميله جدا هنا يا اولاد، ان المجموعه دي
اي بروتين او بوليبيبتايد هرمون بيتعمل في ثلاث مراحل. اسمع معايا، كبري برو هرمون، ثم برو هرمون، ثم هرمون. البري برو هرمون والبرو هرمون دول في الاندوبلازميك ريتيكولا، الرف الاندوبلازميك ريتيكولا. طب عشان بعد كده يتحولوا للاكتيف هرمون بيحصل في الجولجي كومبلكس. دي اسئله ام اس كيو. الاول بيختزن في الجولجي كومبلكس كسكريتوري جرانيولز، وهناك بقى الجولجي كومبلكس يريليس الاكتيف هرمون. يبقى الهرمونات اللي تركيبها بروتين او بوليبيبتايدز بحرف البي بتطلع من ثلاث غدد بحرف البي، ثلاثه بيتيوتري وبانكرياس وباراثايرويد. بتتعمل في كم مرحله؟ ثلاثه، بري برو برو هرمون وبعد اكتيف هرمون. اول مرحلتين بري برو اند برو في الاندوبلازميك ريتيكولا. طب والاختزان والريليس الاكتيف هرمون في الجولجي كومبلكس. دي اول مجموعه يا ولاد. الاول طلبه بتسالني هو ايه الفرق بين بيبتايد وبولي بيبتايد وبروتين؟ ده مفروض بايو انا ما اعرفوش، لكن هقوله لكم. البيبتايد عدد الامينو اسيدز من 2 ل 50. طب لو فوق 50 نسميها بروتين او بولي بيبتايد حسب ايه؟ لو وان لونج تشين يبقى بولي بيبتايد، مور ذان وان تشين او فولدد، فولدد يعني ملفوفه، تبقى بروتين. حتى يسموها 3D يعني 3 دايمنشنز. يبقى تحت 50 بيبتايد، فوق 50 احتمالين، يا بولي بيبتايد لو مفروده، لو ملفوفه تبقى بروتين. اظن معلومه قيمه ولطيفه. تاني مجموعه من الهرمونات يا اولاد تركيبها ستيرويدز. هنا حفظتها الاجيال بطريقه لطيفه، ان مين الغدد اللي بتطلع استيرويدز اللي هي في ذات الوقت بتطلع سكس هرمونز. مين بيطلعوا سكس هرمونز؟ الجوناتس، تيستكل اوفرز، والادرينال كورتكس دول بيطلعوا سكس هرمونز. اوعى تنسى الادرينال كورتكس بتطلع الهرمون الذكري والانثوي اندروجين ايستروجين. وعليا اقولها لك بطريقه طريفه، مفيش راجل 100% راجل، لان كل راجل اديان كورتيك بتطلع عنده شويه هرمون انثوي، ومفيش ست 100% لان كل ست عندها الادرينال كورتيك بتطلع شويه هرمون ذكري، وهي دي اللي هناخده في امراض لذيذه جدا، لذيذه لينا بس سيئه للمرضى. هنلاقي راجل يتحول ست وست تتحول الى راجل، لان الادرينال كورتكس بتطلع اثنين. فاوعى تنسى، محدش هينسى ان السكس هرمونز بتطلع من السكس اورجنز، البرايمري سكس اورجن تيستكل اوفرز، لكن بتنسوا الادرينال كورتكس بتطلع سكس هرمونز وعليه الهرمونز بتاعتها ستيرويدز. طب والستيرويدز يا ولاد بيتعملوا منين؟ معلومه مهمه جدا، من الكوليسترول. الكوليسترول الناس فاكره ان دي ماده سائله السمعه بتعمل اثيروسكليروز. مش معقول ربنا عامل الكوليسترول عشان يعمل لنا تصلب شرايين. كل الاستيرويدز في جسمك بيتعملوا من الكوليسترول، جزء منه بتصنعه الخليه وجزء منه بتستورده من الدم. طيب ثالث مجموعه من الهرمونات كيميائيه، لا هي بروتين وبوليبيبتايدز زي البيتيوتري والبنكرياس والباراثايرويد، ولا هي ستيرويدز زي الغدتين اللي بيطلعوا سكس هرمونز تيستكل واوفرز وادرينال كورتكس. يعني ممكن تعدهم ثلاثه بس الشخص عنده اثنين بس، يا تيستكل وادرينال كورتكس يا اوفرز وادرينال كورتكس. تالت مجموعة معمولة من سنجل امينو اسيد. سنجل امينو اسيد اسمه تيروزين. دي بتدي حاجة من اتنين. تيروزين ده يدي يا كاتيكولامينز يا اما يدي ثيرويد هرمونز. مين هما كاتيكولامينز الأوائل؟ اوعى تقول ادرينالين ونوادين فقط، والدوبامين تلاتة. النهاردة كل حاجة تلاتة. الكاتيكولامينز ادرينالين ونور ادرينالين اللي بيسموهم هنا عندنا في امريكا ايبينفرين ونور ايبينفرين، ما يقولوش ادرينالين ونور ادرينالين، ده في انجلترا. والدوبامين اذا كاتيكولامين للاوائل معمولين من تيروزين. طب والثيرويد هرمونز اللي هم تي 3 تراي ايودو وتي 4 تترا ايودو ثيرونين اللي هو الثيروكسين معمولين برضه من تيروزين. يعني جدهم واحد، حتى دي تفيدنا الطلبه بيقولوا يكلمنا اكلينيكيا، ان هنلاقي نفس انواع الريسبتور وزياده الثيروكسين بتزود السنسيتيفيتي للكاتيكولامينز. العيانين اللي عندهم هايبرثيروديزم بيبقى حساسيتهم زايده جدا للكاتيكولامينز، عشان كده احسن علاج في الهايبرثيروديزم صدق ولا تصدق ندي بيتا بلوكرز، بيتا ادرينرجيك بلوكرز.
طيب دي التقسيمه الكيميكال لثلاثه: بروتين وبوليبيبتايدز، ستيرويدز، وهرمونات درايفد فروم سنجل امينو اسيد. في تقسيمه فانكشن حسب الاكشن اهم بقى. قال لك الثلاث مجموعات دول يمكن تقسيمهم وظيفيا الى مجموعتين حسب الاكشن: مجموعه تدوب في الليبيد ومجموعه ما تدوبش في الليبيد، مجموعه سوليبل الليبيد لايبوفيليك ومجموعه انسوليبل الليبيد لايبوفوبيك. دي اهم جمله النهارده يا ولاد تحفظوها. مين اللي هما الخمسه اس؟ مين المجموعه اللي هي سوليبل الليبيد؟ الستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4. اوعى لازم معاهم دي، معاهم دي مهمه جدا. مين الليبيد سوليبل؟ الاس اللي سوليبل الليبيد بحرف الاس هما الاستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4 دي تاني مع الاس. يبقى عليها يدخلوا جوه الخليه لان هيعدوا السيل ممبر اللي هو ليبيد بالسيمبل ديفيوجن. طب وعليه هيدخلوا لحد النواه النيوكليس يعملوا ثانسز دي رابع اس، وعليه الاكشن يبقى سلو اورز تو دايز. ونسمي هذا الاكشن بقى دول بيروحوا لحد النيوكليس لحد الدي ان ايه لحد الجينات وياثروا في الثانسز اوف بروتينز نسميهم جينوميك اكشن. يبقى عرفت انهي مجموعه بتشتغل بجينوميك اكشن؟ اوعى تنساه بتوع الاس الاستيرويد ستيروكسيد سوليبل ليبيد تاني اس، يدخلوا بالسمبل ديفيوجن تالت اس، يروحوا للجينز ياثروا في التنسز رابع اس، والاكشن بتاعهم سلو يبقى اورز تو دايز. بينما المجموعه الثانيه اللي هي البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم كل حاجه ومعاهم الكاتيكولامينز دول انسوليبل ليبيد دوش في الليبيد، يبقى العكس الريسبتور ما يدخلوش في الريسيرف ممبرين، يبقى ينوك اون ذا دور يعملوا اكتيفيشن وعليه الاكشن يبقى rapid within minutes. ونسميهم نون جينوميك لان هم ما راحوش للجينوميك. يبقى بنقسم الهرمونات حسب المود اوف اكشن، يا جينوميك يا نون جينوميك. واحنا قلنا رقم الساعه 3 في هرمونات كتيره بتشتغل بوث جينوميك ان نون جينوميك. يبقى الليبيد سوليبل هيدخلوا للجينز جينوميك، الليبيد انسوليبل ما يدخلوش للجينز نون جينوميك. وفي ناس بتشتغل اثنين جينوميك ان نون جينوميك. بيقولوا لي يقول لنا حاجات كلينيكال حلوه، احكي لكم قصه من الحياه مع العبد الله. ايه اهميه ان احنا ناخد الكلام ده؟ ان في هرمونات جينوميك هتعمل ثانسز تشتغل بعد اورز تو دايز، وهرمونات نون جينوميك تنوك على الدور تعمل اكتيفيشن تشتغل وذين مينتس. يوجد عقاران في العالم لعلاج الالرجي اساسيين، تو هرمونز علاج الالرجي. يعني عقاران نقصد بيهم هرمونز هنا. الكورتيزول اللي هو استيرويد وعليه يبقى سلو يشتغل بعد اورز تو دايز، والكاتيكولامينز الابينفرين اللي هو ليبيد انسوليبل يبقى يشتغل بالاكتيفيشن نون جينوميك وذين مينتس. هنحكي لك قصه مع العبد الله. في عجاله جالي حساسيه للشريمز واللوبسترز الجمبري والاستاكوزا، فالحساسيه كانت رهيبه، عملت لي انجينيتيك اديما، يعني اديما في اللارنكس بقيت ازرق وهموت مختنق. فجريت على القصر العيني لزميل فاضل مدرس اداني كورتيزون، انا عاوز حاجه تشتغل بعد دقايق، اداني كورتيزون اللي هو ستيرويدز اللي بيشتغل سلو بعد اورز تو دايز. ربنا اللي ستر والازمه اتفكت لوحدها. حصلت نفس الازمه في امريكا، جريت على الاي ار امرجنسي روم، ولد امتياز بس مفهمينه طب، لا عندي انجيوتيك قديمه قولوا لي ازرق وهموت. راح خبطني حقنه ابينفرين ادرينالين، ده بيشتغل رابد ودي مرت فكت النقطه دي. فدي اهميه يا اولاد اللي بنعرف الكيمستري وبالتالي الفانكشن، ان احنا مش بنسلي روحنا، مش معلومات اكاديميه، معلومات موجهه اكلينيكيا تطلع دكتور فاهم. المعلومه اللي قلتها في عجاله دي ممكن تو سيف لايف اوف ا بيشنت. يبقى اي هرمون ستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4 يبقى ده سلو اكشن اور تو دايز. بروتين وبوليبيبتايدز ومعاهم الابينفرين نور ابينفرين الكاتيكولامينز يبقى رابيد ويذين مينتس. يبقى قسمناهم كيميكالي الى ثلاثه: بروتين وبيبتايدز، ستيرويدز او درايفد فروم وان امينو اسيدز،
وحسب الاكشن هل سولبل ولا مش سولبل قسمناهم لجينوميك ونون جينوميك وبوث جينوميك اند نون جينوميك. طاقة الريسبتورز يا اولاد دي اسهل كتير. الريسبتورز لو جالك سؤال تعرف لي عنه خمس كلمات ما عشقت مثل عشق النظام. اول نقطه يا اولاد قلنا ان الفيرست ستيب في المود اوف اكشن اوف اني هرمون ما تقراش الاي بي سي دي اللي صح هي اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور. يبقى الفيرست ستيب اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور او بمعنى تاني الفورميشن اوف هرمون ريسبتور كومبلكس. ادي اول نقطه في الخمس عد معايا. تاني نقطه ان الهرمونات بتشتغل بكاسكيد رياكشن. يعني ايه كاسكيد؟ يعني شلال صغير. ما ميزه الشلال؟ يعني ايه شلال؟ الشلال كل ما بينزل السرعه بتتزايد. فالهرمون بيؤدي الى مجموعه من الخطوات الكيميائيه، اسمع الكلمتين دول بمليون جنيه، متتاليه متزايده. يعني الاكشن الثاني اقوى من الاول، الثالث اقوى من الثاني اند سو اون. اقول لك حاجه، البايوكيمستري كله كاسكيد. ان كل شيء عند الله مستطاع. ممكن ربنا كان يخلي اي واحده تعمل الاكشن في خطوه واحده. ليه ربنا بيخلي تملي خطوات وناخد كريب سايكل خدوا فيها جائزه نوبل؟ ايه الكاسكيد ده؟ خطوات متواليه متزايده وبالتالي يمكن التحكم فيها. لكن لو كانت في خطوه واحده كنا نسميها اكسبلوسيف، بوم اتحكم فيها ازاي؟ ذس واي مش الهرمونز بس يا اولاد، كل الكيمياء، كل الكيمياء عندك بتشتغل كاسكيد. اللي معناها ايه؟ شلال صغير. معناها ايه العلمي؟ ان الخطوات الكيميائيه احفظها كلمتين، متتاليه ومتزايده، الثانيه اسرع من الاولى، الثالثه اسرع من الثانيه وهكذا. يمكن التحكم فيها. ثالث نقطه في الريسبتورز يا اولاد. ان الريسبتورز لارج بروتين كومبلكس. اقول لك معلومه قيمه؟ كل حاجة أكتف في جسمك هي بروتين. جسمك عضويا فيه كربوهيدرات وليبيد وبروتين. أي حاجة أكتف هي بروتين. الريسبتور بروتين، الإنزيمز بروتين، الشانلز بروتين. كل حاجة بروتين. إنزيمز، ريسبتور، شانلز. كل حاجة أكتف في جسمك بروتين. ده تنفعك سؤال إم إس كيو. إن the more the cell membrane أو the more the cell is active the more its protein، بروتين كونتنت. الحاجات الاكتف في جسمك كلها بروتين. فالريسبتور لارج بروتين مولكيولز. طب السايت النقطه الرابعه دي اهم نقطه في الام اس كيو. يعني في طالب متخيل ان الريسبتور ده على السيل ممبرين. لا يا حبيبي، في ثلاث احتمالات. في ريسبتور على السيل ممبرين، وريسبتور في السيتوبلازم، وريسبتور في النيوكليس. طيب مش عاوز حفظ، عاوز طالب فاهم. مين الهرمونز اللي هيشتغلوا على الريسبتور اللي في السيل ممبرين اللي هم مش قادرين يدخلوا السيل؟ ليه؟ هما لايبوفوبيك، ما بيدوبوش في ليبيد، ليبيد انسوليبل. اللي هم مين؟ البروتين والبوليبيبتايدز، واوعى تنسى ومعاهم دي، ومعاهم الكاتيكولامينز. سؤال مهم جدا في الام اس كيو بس بفهم. طب مين بيطلع بروتين وبوليبيبتايدز؟ عشان لو جابها لك هرمونات انت فاهم، اللي هم الثلاثه اللي بحرف البي، بيتيوتري، بانكرياس، باراثايرويد. اما لو هو ليبيد سوليبل زي الاستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4 يبقى هيدخلوا جوه الخليه. يبقى الريسبتور يا في السيتوبلازم زي في حاله الاستيرويدز، كل الاستيرويد الريسبتور بتاعتهم سيتوبلازميك، يا اما في النيوكليس ده التي 3 والتي 4. ودي الاهم ليه؟ لان ما فيش غير الاكزامبل ده بس. لما اقول لك قول لي هرمون عنده نيوكليار ريسبتور تي 3 والتي 4، يبقى الليبيد انسوليبل في السيل ممبرين، اللي ليبيد سوليبل يا سيتوبلازم زي الاستيرويدز يا نيوكليس زي التي 3 والتي 4. المعلومه الخامسه ان الريسبتورز ار دايناميك، يعني عددهم مش ثابت. اقول لك حاجه، كل حاجه في جسمنا دايناميك، حتى العظم دايناميك. بنعمل له ريموديلنج، نشيل شويه عظم ونعمل عظم جديد اند سو اون. ما عدا النيرف والمصل، اوعى تنسى نيرف ولا مصل، هم دول بس الاستاتيك. لو فقدت نيرف سيل او مصل سيل 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 ما بقولش اكسون، ما تعوضهاش. اي حاجه ثاني دايناميك. عددهم مش ثابت. شوف العظمه. الريسبتور لو زاد عشان ما يحصلش، للاسف الهرمون لو زاد عشان ما يحصلش هايبر فانكشن، عدد الريسبتورز تقل. الاحمر مع الاحمر نسمي ده داون ريجوليشن. انما لو الكونسنتريشن الهرمون قل عشان ما يحصلش هايبو فانكشن، نزود عدد الريسبتور، يبقى اب ريجوليشن، يبقى عددهم بيتغير.
وبيتغير مش عشوائيا. وراء الخلق قوة عاقلة، قوة عاقلة نسميها الله. لو الهرمون قل نزود ريسبتور، مش هما الاثنين بيشتغلوا ايد لوحدها ما تسقفش. لو الهرمون زاد نقلل ريسبتور، لو زاد يبقى اب ريجوليشن، نقص يبقى داون ريجوليشن. تيكة اللوحة ما قبل الأخير. طبعا لو لقيتني يعني عاوز تعيد تاني عيد، بس قلت لك ده طبيعة المراجعات. عاوز تفصيلات مش أكتر، بس يعني بسرعة أبطأ كتير قوي، ارجع المحاضرات الأساسية، بس هتلاقي بقى المحاضرة في ثلاثة على الأقل. دي درة هذه المحاضرة، فيسيولوجي الأكشن، المود أوف أكشن هرمونز، كيف تعمل الهرمونات. قلنا في ثلاث طرق، جينوميك يا نون جينوميك يا بوث جينوميك أند نون جينوميك. قبل ما أقولها عندي جملة حفظتها لأجيالي يا أولاد، أحب أقولها لكم، فيها سجع حتى، فيها موسيقى كلامية. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. حلوة؟ الهرمونات تعمل من خلال البروتينات، يا إما تعمل بروتين سينثيسيس لو كانت بطيئة زي الاستيرويدز ومعاهم التي 3 تي 4، يا إما البروتين اللي موجود اوريدي تعمل له اكتيفيشن تبقى سريعة within minutes زي البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز. بنقول حاجة 100 مرة عشان تعرفها. لو عملوا سينثيسيس يبقى ضروري الجينز تبقى جينوميك، تبقى بطيئة hours to days. لو عملوا اكتيفيشن بس تبقى سريعه مينتس زي البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، وفي بيشتغلوا بوث بالاوائل. طيب ماذا نعني بالبروتينات؟ يعني الهرمون هيزود السينثيسيس بتاع انهي بروتين، هياكتيفيت انهي بروتين؟ في الاغلب انزيم، في الاغلب انزيم، وفي الاقل تشانل. خلاص عشان تفهم، هرمونات تعمل من خلال بروتينات، يا اما سينثيسيس يا اما اكتيفيشن. ماذا تعني بالبروتين؟ البروتين ده نعني بيه حاجه اثنين، يا اما انزيم يا اما الثانيه اللي هي قلنا تبقى شانلز، في الاقل احتمالا يبقى شانلز. تمام، معلش عشان هسني دي كده عشان الصوره متهوكش شويه، نظبطها شويه. طيب تيجي بالجينوميك، لو حبك الممتحن هيجيب لك الجينوميك اكشن واسهل. هتبتدي بمقدمة من خمس نقاط، ما عشقت مثل عشق النظام، حفظتها لأجيال كلهم بحرف الاس. هتقول اللي بيشتغلوا بجينوميك اكشنز للمرة الرابعة اهي هم الاستيرويدز، ادي اول اس، ومعاهم التي 3 والتي 4 مهمة جدا ومعاهم. ليه؟ لأن كل دول سوليبل الليبيد، يعني لايبوفيليك، اهي ده السبيلنج الصح بتاع لايبوفيليك. وبالتالي هيدخلوا الخلية باي سمبل ديفيوجن، لأن جدار الخلية ليبيد وهم بيدوبوا في الليبيد، يبقى في المشكلة يدخلوا جوه الخلية سمبل ديفيوجن، يوصلوا للجينز جوه للدي ان ايه في النيوكليس، يعملوا سينثيسيس اوف بروتينز اللي هم في الأغلب انزيمز وفي الأقل شانلز. والسينثيسيس هياخد وقت، يبقى الأكشن بتاعهم سلو اورز تو دايز. خلاص ده المقدمة من خمسة. بعدين تقول الخطوات بقى، خطوات سهلة جدا. احنا قلنا بقى الهرمون بنعتبره الفيرست مسنجر في كل القصص، هو الفيرست مسنجر. هنا ستيرويدز ومعاه تي 3 تي 4 سوليبل ليبيد، يبقى هيدخل باي سمبل ديفيوجن. حلو، لو انه ستيرويدز الريسبتور بتاعه هيبقى في السيتوبلازم، لسه قايلينها. لو انه تي 3 تي 4 الريسبتور بتاعه هيبقى في النيوكليس. فاول ستيب في المود اوف اكشن هو ان هرمون ايه اهو، عيلها تاني يا اولاد، هو الفورميشن اوف هرمون ريسبتور كومبلكس، اليونيون اوف هرمون ويز سبيسيفيك ريسبتور. ده اول ستيب فتح كلام الهرمون. اول حاجه ادور عليها فين الريسبتور، في ريسبتور نشتغل، مفيش يبقى الخليه دي ملوش دعوه بيها، ما اقدرش اعمل فيها حاجه. فيتكون هرمون ريسبتور كومبلكس اللي هو هنسميه ايه بقى في الام اس كيو، ترانسكريبشن فاكتور، يعني الفاكتور اللي هيؤدي الى طبع شغل مع بعض. بعد كده الترانسكريبشن فاكتور هيمسك في سبيسيفيك سايت في الدي ان اي جوه النيوكليس، يبقى تكون كومبلكس من ثلاث حاجات، الهرمون من بره الفيرست مسج، الريسبتور من جوه
في حاله السيتوبلازم، في حاله الاسترويد هرمونز، ونيوكليار ريسبتور في حاله التي 34. بعدين همسك في الدي ان اي دي ثالث حاجه، يبقى هرمون فيرست ميسنجر مع ريسبتور سواء في السيتوبلازم او في النيوكليس مع الدي ان اي. وانس مسكوا مع بعض يحصل الآلة الطبع تشتغل، ناخد صورة من الدي ان اي اسمها ميسنجر ار ان اي. بقولها بطريقة لطيفة، ده برا الموضوع. تصنيع اي بروتين يحتاج ثلاث معلومات، تعرفي عدد الامينو اسيد، نوع الامينو اسيد، ترتيب الامينو اسيد. المعلومات دي مكودة فين؟ في الدي ان اي، في النيوكليس. هما مش هيدوك النسخة الاساسية، اول ما يتكون الكومبلكس من هرمون وريسبتور والدي ان ايه يحصل ترانسكريبشن، تشتغل يطلع لك ترانسكريبت. زي ما اروح انا المدرسه اقول لهم وروني النتيجه بتاعتي، ما يدونيش النتيجه الاساسيه، يدوني ترانسكريبت منها، صوره منها. الترانسكريبت ده اسمه ميسنجر ار ان اي. في الثلاث معلومات دول تجري بيهم على المكان الوحيد الذي يصنع فيه البروتين والبوليبيبتايدز عارفينه في جسمنا، اللي هو مين لسه قايلينها، الرايبوزومز بتاعه الاندوبلازميك ريتيكولم، الراف الاندوبلازميك ريتيكولم. يعملوا لك سينثيز اوف بروتينز اللي هم في الاغلب انزيم، في الاغلب انزيم وفي الاقل شانلز، وده هياخد اكشن طويل باسلوب ده. لو ممتحن حبك يجيب لك الجينوميك، مقدمه من 5 اس وراها يتكون ثلاث حاجات في الام اس كيو. مين الفيرست ميسنجر؟ الهرمون. هيدخل بالسمبل ديفيوجن ويمسك معه تاني حاجه ريسبتور، يا في السيتوبلازم في حاله الاستيرويدز، يا في النيوكليس في حاله التي 3 والتي 4. وبعدين يمسكوا في الدي ان ايه، فالعمليه لما يمسكوا التلاته ببعض يحصل حاجه اسمها جين ترانسكريبشن او جين اكسبريشن في الام اس كيو. ترانسكريبشن يعني يدوك صوره من الدي ان ايه، هي نفسها جين اكسبريشن تجري بيها حضرتك، تاخد بقى مين الصوره دي اسمها ميسنجر ار ان ايه، هو ده السكند ميسنجر. عشان في كل اكشن لسه تعرف لي مين الفيرست ومين السكند. فيرست ما فيهوش مشاكل، ما بنفكرش فيه دائما ابدا، هو الهرمون. المشكله في السكند، في هذه القصه السكند ميسنجر هو الميسنجر ار ان اي، يروح للرايبوزوم بتاع الراف الاندوبلازميك ريتيكولم يعملوا لك البروتين اللي حضرتك عاوزه. طب ايه الفرق بين الاستيرويد والثيرويد؟ فكر فيها. الثيرويد ده الريسبتور بتاعته في النيوكليس، يعني منشن صح، مش هنمسك في السيتوبلازم وندخل النيوكليس على طول على النيوكليس، عشان كده الميتابوليك اكشن بتاعه قوي جدا، اقوى، ابقى واقوى. التي 3 تي 4 بينشطوا اكتر من 100 انزيمز في الجسم، اولموست اول ميتابوليك بروسيسز في الجسم بينشطوه. فطبعا تي 3 تي 4 اكثر نشاطا من الاستيرويدز. لو الممتحن ما حبكش يجيب لك السؤال الاخير اللي هناخده، اللي هو النون جينوميك. نون جينوميك تبتدي بالخماسيه اللي قلناها اللي عكس الخمسه اس. مين بيشتغل نون جينوميك؟ البروتين والبوليبيبتايدز اللي هم بيطلعوا من الثلاث غدد بحرف البي، بيتيوتري، بنكرياس، باراثايرويد، ما بزهقش. ومعاهم دي مهمه جدا، الكاتيكولامينز اللي هم مين؟ ثلاثه، ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين. دول لايبوفوبيك، ما بيجيبوش في الليبيد، يبقى مش هيدخلوا السلم، يبقى هيمسكوا في ريسبتور. فين الريسبتور ده؟ في السيل ميمبر. فين بالظبط؟ فكر، ده سؤال داخل سؤال. هما اساسا ما بيلوش في السيل ميمبر، يبقى لازم يبقوا على الاوتر، اوتر بوردر اوف سيل ميمبر، مش على الانر، مش عاوزين غباوه. طب ينوك اون ذا دور، البروتين اللي اوريدي جوه الخليه موجود، ما بيعملوش سنس، يعملوا له اكتيفيشن. المعلومه الرابعه، يبقى الاكشن رابيد وذين مينتس. طيب دي المقدمه من خمس نقاط. بعد كده قال لك بقى هما ازاي هينشطوا الانزيم او التشانل، اهو حتى انا حاطط لك انزيم بدون ليسو، عن طريق ان يعملوا له فوسفوريليشن. اما يركبوا فوسفيت جروب في الانزيم نشاطه يتغير، فوسفوريليشن انزيمز. طب مين اللي هيركب الفوسفيت جروب في الانزيم؟ انزيم اخر، انزيم اخر اسمه بروتين كاينيز. بروتين لان كل لان كل الانزيمات بروتين، وكاينيز لانه بيحرك، كاينيز من كاينيتك يعني محرك، وايز يعني انزيم. بروتين كاينيز هو البروتين يعني الانزيم المحرك للفوسفيت جروب. يبقى لما الهرمون يمسك في ريسبتور عشان ينشطوا الانزيم اللي داخل الخليه لازم ينشطوا انزيم اخر، انزيم اخر اسمه بروتين كاينيز.
وذلك يحدث بإحدى طريقتين. يبقى هنا سؤال بقى قلنا وقعتك وقع. لما يمسك الفيرست ميسنجر مع الريسبتور اللي هو موجود في الاوتر بوردر وفي السيل ميمبر، ده السيل ميمبر الاوتر بوردر، هينشطه الكاينيز انزيم اول طريقه، وهي الاشهر وهي الاهم اندايركتلي، انه الهرمون ريسبتور كومبلكس هينشط انزيم يعمل السكند ميسنجر عن طريق اندايركتلي، عن طريق حاجه اسمها جي بروتين. يبقى الهرمون ريسبتور كومبلكس هيمسك في جي بروتين ينشطه انزيم. لسه ما وصلناش للبروتين كاينيز خالص، ده انزيم لسه اللي هيعمل السكند ميسنجر اللي هينشط بروتين كاينيز اللي هينشط انزيم. يعني القصه ثلاثيه، لسه هننشط انزيم يعمل سكند ميسنجر ينشط البروتين كاينيز ينشط انزيم مرطب شيك. طريقه معقده. يبقى الطريقه الاندايركت هي دي الاهم في عمل النون جينوميك، ان الريسبتور ينشط انزيم لعمل السكند ميسنجر عن طريق جي بروتين. الجي بروتين ده لوحده سؤال نظري يا ولاد. تعرف لي عنه خمس كلمات الجي بروتين. واحد، ليه سموه جي بروتين؟ لانه متصل يا اما بجوانزين داي فوسفيت يا جوانزين تراي فوسفيت. لو متصل بجوانزين داي يبقى ان اكتف، جوانزين تراي يبقى اكتف. اخاف الطالب ينساها في الام اس كيو. هو سموه جي بروتين لانه متصل بالجي بالجوانزين. الداي مش نشط، التراي نشط. بقولها بطريقه فيها مزاح. عارف لما واحد يعوز يخلص من مراته طلقه بائنه يقول لها انت طالق بالثلاثه كده يبقى فيري اكتف. اوعى تنساه، جوانزين تراي فوسفيت هو الاكتف، الداي فوسفيت ديس اكتف مش اكتف. تاني معلومه عن الجي بروتين ده لوحده سؤال نظري. بص لي في الرسمه، هل هو سيتوبلازميك بروتين ولا سيل ممبرين بروتين؟ سيل ممبرين بروتين مرسوم قصاده. ثالث معلومه انه كل جي بروتين بيتكون من ثلاث قطع. ترايميريك، تراي يعني ثلاثه ومير يعني قطعه، ترايميريك ثلاث قطع، الفا وبيتا وجاما. طيب في كام جي بروتين؟ في حوالي 1000 جي بروتين، كلهم ثلاث قطع بس ثلاث قطع بتوع ده غير ده غير ده، يبقى هيترو ترايميريك. هيترو يعني مختلف، زي حضرتك وحضرتك والعبد الله، كلنا عندنا يوجد عينتان بس عينيك غير عينيها غير عينيا. يبقى كلنا اشتركنا منهم اثنين بس بيختلفوا من شخص لاخر. كل جي بروتين ترايميريك بس مختلفين من بروتين لاخر. طب رابع نقطه، طب هو ليه الهرمون ريسبتور كومبلكس ما نشطش الانزيم اللي يعمل السكند ميسنجر دايركتلي؟ لان الجي بروتين ده ريجيلاتوري بروتين، ممكن يزيد من نشاط ستيميلاتوري جي بروتين او يقلل من نشاط هذا الانزيم انهبيتوري جي بروتين. دي المعلومه الرابعه، المعلومه الخامسه والاخيره عن الجي بروتين. كيف يعمل الجي بروتين؟ لازم نقطتين، الاول الجي دي بي يتحول لجي تي بي. دي نمره واحد. تاني حاجه ان الالفا سب يونت وهي الاكثر نشاطا، البيتا والجاما نشاط برضه بس دي الاكثر نشاطا، الالفا افتكر الالفا بتاع الفصل. تبقى ديتاتشد من الجي بروتين، تفك من الجي بروتين واتاتشد للانزيم اللي هيعمل السكند مسج. يبقى حلوه جمله، ديتاتشد اند اتاتشد، ديتاتشد من الجي بروتين واتاتشد للانزيم اللي هيعمل السكند مسج. شوف طريقه معقده. انا عندي تامل هنا لطيف كده عشان نهدي اللعب شويه، احنا قربنا نفرغ. دي اهم طريقه بيشتغل بيها الجسم مش بس الهرمونات. الريسبتور بتاعها بيبقى سيربنتاين، يعني عامل زي الحيه كده لافف حوالين الخليه من سبع لفات. والجي بروتين ثلاث قطع. يبقى الجي بروتين ثلاث قطع والريسبتور اللي ماسك فيه سبعه. طالب بيقول لي هننساهم، لا بطريقه العبد لا عمرك ما انت ناسيهم. في كل الاديان يا اولاد اكثر الارقام تكرارا هو الرقم الثلاثه ورقم سبعه، السماوات السبعه. وثلاثه لسه قايلين طلقه بائنه ويتكرر رقم ثلاثة ده في كل الأديان، فالناس تيجي تقول إيه بقى الملحدون؟ يقول لك ده أساطير الأول، ده بيألفوا أرقام. ألفوا أرقام؟ الأديان بتدعونا وفي أنفسكم أفلا تبصروا؟ وفي المسيحية ابصروا. يعني بتدعونا نبص لجسمنا، ابصروا. أهم ريسبتور في الجسم
واهم بروتين بيشتغل بيه الجسم الريسبتور 7 لفات السيربنتاين والجي بروتين 3 قطع اللي هم هما الرقمان الاكثر شيوعا في الجسم عشان ما تنساش مع حيات ده اكتر حاجه في الجسم ريسبتور 7 لفات والجي بروتين 3 قطع. ناخد بقى ازاي هيكونوا السكند ميسنجر. اشهر سكند ميسنجر هو السايكليك ام بي. كون ازاي؟ لما يمسك الهرمون في الريسبتور خطوه اولى ينشطوا الجي بروتين قلنا يتحول الجي دي بي الى جي تي بي والالفا تبقى اتاتش الانزيم ده يتنشط اللي هو الادينايل سايكليز يكون السايكليك ام بي اشهر سكند ميسنجر في الجسم. معظم الهرمونات بتشتغل بالسكند سايكليك ام بي. تعرفت عنه ثلاث كلمات النهارده رقم الساعه 3 يا اولاد. الانزيم اللي بيكون السايكليك ام بي اسمه ادينايل سايكليز. عد معايا ده اللي بيكونه. طب بعد ما يشتغل السكند ميسنجر مين اللي يكسره؟ اسمه فوسفوداي استريز. اللي بيكسره فوسفوداي استريز. طب اللي هينشط عن طريقه الانزيم قلنا انزيم هينشط انزيم اسمه ايه الانزيم ده؟ بيحرك في جروب اسمه بروتين كاينيز A. ليه؟ لانه بيشتغل بالسايكليك A AMP فسموه بروتين كاينيز A. دي اهم طريقة على الاطلاق. ان الادينايل سايكليز هيحول ATP الى سايكليك MP. سايكليك MP عن طريق البروتين كاينيز C. البروتين كاينيز C محرك يحرك فوسفيك جروب للانزيم مرطن شيتو. يبقى ثلاث انزيمات متعلقه بالسايكليك ام بي اللي هو اهم سكند ميسنجر جوه الخليه. اللي بيعمله ادينايل سايكليز، اللي بيكسره فوسفوداي استريز. فوسفوداي استريز اللي بيشتغل عن طريقه لازم كاينيز يحرك في جروب بروتين كاينيز اي اي عشان بيشتغل بالسايكليك اي 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 ام بي. بندرس بايو. في سؤال مسكين مهم جدا، لو في يعني يوجد عقاقير كتيره بتبوظ الفوسفوداي استريز تعمل ايه في الاكشن هرمون؟ فوسفوداي استريز ده بيكسر السكند ميسنجر، فلما تبوظه السكند ميسنجر ما يتكسرش يبقى كميته تزيد يبقى الاكشن هرمون يزيد. بس تاني سكند ميسنجر اسمه داي اسايل جليسرول وانيزيتول ترايفوسفيت. بس تاني سكند ميسنجر اتنين داي اسايل جليسرول وانيزيتول ترايفوسفيت فوسفيت. ده يتكون ازاي؟ الريسبتور اللي هو 7 لفات يمسك في الجي بروتين اللي هو 3 قطع ينشطه بقى انزيم اسمه فوسفولايبيز سي في السيل ممبرين. مش ادينايل سايكليز قصه ثانيه. ينشطه فوسفولايبيز سي يشتغل على فوسفوليبيد في السيل ممبرين اسمه لو كتبناه يبقى سطر كامل فالابريفيشن احفظه فوسفاتيدايل انيزيتول باي فوسفيت. فوسفاتيدايل انيزيتول بايفوسفيت. حتى انا بستغل اسمه في الحفظ. بايفوسفيت بيكسر الاثنين داي اسايل جليسرول وانيزيتول ترايفوسفيت. ما كنت طالب في البايو كنت حافظها روح بطريقه لطيفه. بقول الفوسفاتيدايل انيزيتول بايفوسفيت. بايفوسفيت بيدي اثنين. باي يعني اثنين، واحده فيها اثنين واحده فيها ثلاثه. داي اسايل جليسرول والثانيه انيزيتول تراي فوسفيت. دول اي منهم يا اولاد يشتغل كسكند ميسنجر ينشط الانزيم ده عن طريق ايه؟ عن طريق طريقتين، يا اما بروتين كاينيز سي ليه؟ لانه محتاج كالسيوم. مين اللي بيجيب له الكالسيوم؟ الانزيتول ترايفوسفيت بيجيب له كالسيوم من الانسايد. الانزيتول ترايفوسفيت ده بيجيب الكالسيوم من الانسايد. منين يعني انسايد؟ ميتوكوندريا اندوبلازم كتيكلا. فعشان كده سموه بروتين كاينيز سي عشان الكالسيوم. او اللي ينشط الانزيم اللي هو داي اسايل جيسر اللي برضه محتاج كالسيوم، يعني يجيب الكالسيوم الانزيتول ترايفوسفيت شيء لزوم الشيء، واللي ينشط الانزيم في الاغلب هو الداي اسايل جليسرول ينشط بروتين كاينيز سي فيركب فوسفيت جروب في الانزيم. في طريقه ثانيه للاوائل الاوائل ان الداي اسايل جليسرول ممكن ينشط البروتين كاينيز سي عن طريق انه يتحول لاراكيدونيك اسيد ومنها الى بروستاجلاندين. دول الصعبين.
نكمل وبعدين نرجع راجعها تاني في عجاله ونبقى قفلنا بكده. ثالث سكند ماسنجر اللي هو كالسيوم كالمودين كومبلكس، ان لما يمسك الهرمون اللي هو مع الريسبتور اللي هو 7 لفات سيربنتاين ينشطوا الجي بروتين اللي هو 3 قطع خلاص، في هذه الحالة يدخلوا كالسيوم، يجيبوا كالسيوم من برة أو من جوه. يجيبوا كالسيوم من برة إزاي؟ هنا الكالسيوم بقى خد بالك في القصة دي الكالسيوم كان مصدره إنسايد. في تالت قصة الكالسيوم بتاع الكالمودولين جاي يا إما فروم إنسايد من الميتوكوندريا والبلازمك ليكرم يا إما فروم أوتسايد الإكسترا كالسيوم. يبقى هيدخل إزاي؟ يفتح له تشانلز. في كام نوع من تشانلز؟ اثنين يا أولاد، ليجند جيتد شانل، ليجند جيتد شانل او فولتج جيتد شانل. يبقى الفرق ان الكالسيوم ده جاي من انسايد بس، الكالسيوم ده جاي من الانسايد او الاوتسايد. ما تتخضش، عندي طريقه لفك الاشتباك، بس في الاول افهمك القصه وبعدين افكها. ما اقدرش اشرح وابسط في ان واحد لقصه بهذا التعقيد، فالاول افهم جزء جزء وبعدين ما تخافش تطلع حافظها صح. ده ثالث سكند ماسنجر اللي هو كالسيوم كالمودولين. يبقى لما مسك الهرمون اللي هو الفيرست ماسنجر مع الريسبتور اللي هو 7 لفات نشطوا الجي بروتين جاب لي كالسيوم، يا من جوه من الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم، يا من بره من الليجند شانل او الفولتج جيتد شانل. فالكالسيوم تركيزه جوه الخليه زاد، حتى في بعض الناس بقى يحبوا زاد، كان ناقص 8 ناقص 7 بقى ناقص 6 ناقص 5. خد بالك ما هو بالماينس يبقى كده بيزيد، كان ناقص 8 ناقص 7 بقى ناقص 6 ناقص 5. لاحظ تتابع الاعداد ورا بعض 8 7 6 5 لهوات الحفظ الكلام الفارغ. كالسيوم ده لوحده ما يقدرش ينشط الانزيم، محتاج بروتين يحوره عشان يخليه ينشط الانزيم. فالبروتين المحور للكالسيوم نسميه ايه؟ كالمودولين، كالسيوم مودوليتنج بروتين، البروتين اللي بيمودوليت الكالسيوم، بروتين مودوليتنج كالسيوم. يبقى في كلمه واحده يسموه كال يعني كالسيوم، مودوليتنج بروتين يعني اي ان اتعلمناها. يبقى الكالسيوم اتحد مع كالمودولين كده يقدر ينشط الانزيم. ده ثالث سكند مسنجر. الرابع سكند مسنجر هنجي له حالا، قلنا دي الطريقه الاندايت وهي الأشهر وهي الأهم، بتطلع أهم تو كيميكال ترانسميترز، أهم تو سكند ماسنجر في جسمك، وهو السايكليك إم بيس وماثايكليك إم بيس وماثايكليك إم بي، ده الأهم برضه. ثم داي أسايل جليسرول ريستول ترايفوسفيت. ممكن بقى نشتغل طريقة تانية، إن إحنا ننشط البروتين كاينيز إنزيم ده من غير جي بروتين، تبقى دايركت. هنا الهرمون اللي هو الفيرست ميسنجر يمسك في الريسبتور هنا قطعه واحده بس مش سبعه. وبعدين في طريقه بسميها دايركت الدايركت، ان لما الهرمون يمسك في الريسبتور ده شغال حاجتين، ريسبتور وفي نفس الوقت هو بروتين كاينيز اسمه تايروزين كاينيز. يعني هنا الهرمون فيرست ميسنجر مسك في الريسبتور اللي هو شغال ريسبتور، الجزء الخارجي منه عنده تو هيدز اهو شغالين كريسبتور، وتو تيلز جوه الخليه رجلتين اهم ديلين بيشتغلوا كتيروزين كينيز، بسميها دايركت الدايركت. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها واحد من اهم الهرمونات اللي هنعرفها هو الانسولين، بيشتغل بالطريقه دي. شوف طريقه سهله ازاي، هرمون يمسك في ريسبتور اللي هو قطعه واحده في الهيد اوف ذا ريسبتور، فلما يمسك في الدماغ الديل يلعب جوه، يلعب التيروزين كينيز جوه. في دايركت برضه بس اقل شويه، الهرمون اللي هو الفيرست ميسنجر مسك في ريسبتور بس شغال كريسبتور بس، فالهرمون ريسبتور كومبلكس يشغلوا الانزيم. يعني مش الريسبتور اللي بيمسك في الهرمون هو نفسه الانزيم، لا الهرمون يمسك في الريسبتور فنشطوا الانزيم. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها رابع واخر سكند ميسنجر في الجسم اللي هو السايكليك كوانيزين مونوفوسفيت. ده السكند ميسنجر في القصه دي، وده مش هنتعرض له تاني خالص يا اولاد، لانه دي الطريقه اللي بيشتغل بيها هرمون مش هنجيب سيرته خالص، خد نفس سنه اولى اللي هو الاتريال ناتريتيك بيبتايد اللي بيطلع من القلب، بيطلع من الاتريوم وبيدر الصوديوم يبقى ناتريتيك وتركيبه بيبتايد.
ده رابع سكند مسنجر. طيب يبقى الطريقه دي صعبه. فطالب قال لي بقى بص احنا فهمنا انت قلت ايه بس الكلام دخل في بعضه. اينو يا اولاد؟ ففك لنا الاشتباك. طيب هيا بينا نفك الاشتباك وننهي المحاضره. لما يجي لي سؤال وهكذا يبقى ناوي عليك الممتحن يتكلم عن مود اوف اكشن اوف نون جينوميك، مقدمه من خمس جمل. مين بيشتغل نون جينوميك؟ البروتين والبوليبيبتايز اللي هي طالعه من ثلاث غدد بحرف البي، بيتيوتري بنكرياس باراثايرويد، ومعاهم الكاتيكولامينز بتعمل لي كل حاجه، ومعاهم اللي هم ادرينالين النوع دي ودوبامين ثلاثه. طب دول لايبوفوبيك ما بيدوبوش في الليبيد، يبقى الجمله الثالثه يبقى مش هيدخلوا جوه السيل، هيمسكوا في ريسبتور في الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين. الجمله الرابعه يبقى هينوك على الدور ياكتيفيت اوريدي بروتين جوه. طب يبقى اوريدي البروتين موجود ياكتيفيت، يبقى الاكشن رابيد وديم مانيتس. طب السؤال ازاي بياكتيفيت الانزيم؟ احنا قلنا انزيم يتشانل في الاغلب انزيم بانه يعمل له فوسفوريليشن، يعني انزيم يعمل له فوسفوريليشن. طب مين اللي بيعمل فوسفوريليشن انزيم؟ انزيم اخر، يعني انزيم بينشط انزيم. فيها ايه دي؟ الانزيم اللي بيضرب فوسفيت جروب الانزيم اسمه بروتين كاينيز. البروتين هو الانزيم لان تركيبه بروتين، كاينيز انه بيحرك، ايز يعني انزيم. طب مين ينشط هذا البروتين كاينيز؟ سكند مسنجر، اهو سكند مسنجر. هذا السكند مسنجر هم واحد من اربعه، يتكون باحدى طريقتين، يا طريقه اندايركت وهي الاكثر شيوعا، يا طريقه دايركت بتنقسم لاثنين، يبقى يا اندايركت يا دايركت عشان ما تتوهش. نمسك الدايركت نخلص منها الاول لانها اسهل. ان الهرمون يمسك في الريسبتور اللي هو نفسه، بالاضافه لانه الريسبتور بيشتغل كتيروزين كاينيز يعمل فوسفوريليشن للانزيم. والمثال اوعى تنساه الانسولين. دي الطريقه بيشتغل بيها الانسولين بمنتهى السهوله. الهرمون يمسك في التو هيدز اوف ذا ريسبتور اللي هو موجود اوتسايد ذا سيل، فيتحرك التو تيلز اللي هي انسايد ذا سيل اللي هم التيروزين كاينيز يبقى اكتيفيتد، يعمل فوسفوريليشن انزيم المراد تنشيطه، ده الانسولين. في طريقه ثانيه برضه بس لسه شويه، ان لما الهرمون الفيرست مسنجر يمسك في ريسبتور، الريسبتور هرمون الهرمون ريسبتور كومبلكس ينشطوا انزيم خلاص، والانزيم ده يشتغل عن طريق سكند مسنجر اسمه سايكليك جي ام بي. ادي نص السؤال خدناه، يا اما الريسبتور هو البروتين كاينيز تيروزين كاينيز لو في حاله الانسولين، يا اما الهرمون ريسبتور نشطه انزيم اللي هو ينشط سايكليك ام بي. نيجي بقى الطريقه الصعبه اللي هو الاندايركت، ان لما الهرمون يمسك في ريسبتور، هرمون مسك في ريسبتور، ازاي بيكونوا سكن ميسنجر ينشط البروتين كاينيز؟ اندايركتلي عن طريق جي بروتين. هنا يا اولاد الريسبتور سبع لفات قلناها سيربنتاين، والجي بروتين خمس جمل. تيجي نقولهم تاني، لماذا سمي جي بروتين؟ الجمله الاولى لانه متصل بالجوانيزين، جوانيزين داي يبقى ان اكتف، جوانيزين ترايفوسفيت يبقى اكتف. الجمله الثانيه ان هو سيل ممبرين بروتين. الجمله الثالثه انه ثلاث قطع بيختلفوا من واحد لواحد يبقى هيترو ترايمريك. طب ليش وظيفته ان هو ريجولاتوري بروتين؟ الجي بروتين في الام اس كيو ريجولاتوري بروتين، في انواع منهم ستيميليتنج وانواع انهبيتنج. الجمله الخامسه والاهم، طب ازاي بينشطوا الانزيم اللي هيعمل السكند مسنجر؟ عن طريق انه يتحول الجوانزين داي الى جوانزين ترايفوسفيت، والالفا بارت تبقى ديتاتشد واتاتشد للانزيم اللي هيعمل السكند مسنجر. مين اشهر سكند مسنجر؟ سايكليك ام بي. في كم انزيم متعلق بيه؟ اللي بيعمله ادينايل سايكليز، بيحول اي تي بي الى سايكليك ام بي. اللي بيكسره فوسفو داي استريس. طب اللي بيشتغل عن طريقه اللي هو البروتين كاينيز، اسمه بروتين كاينيز ايه عشان بيشتغل بالسايكليك ام بي. ودي الطريقه اللي بيشتغل بيها معظم الجسم، سايكليك ام بي. تاني طريقه مشهوره برضه، ان لما يمسك الهرمون مع الريسبتور ينشطه الجي بروتين، ينشطه فوسفولايبيز سي انزيم في السيل ميمبرين. فده صعبه بقى،
فوسفوليبيسي ده يكسر دي تكتف في سطر فوسفاتيدايل إنيزيتول باي فوسفيت إلى حاجتين، واحدة فيها اثنين واحدة فيها ثلاثة، داي أسايل جليسرول وإنيزيتول ترايفوسفيت. طب ليه هنا اثنين؟ شيء لزوم الشيء إن الداي أسايل جليسرول ده عشان يشتغل محتاج كالسيوم. مين يجيب له الكالسيوم؟ الإنيزيتول ترايفوسفيت. بقوله من جوه بس، جوه بس يعني ميتوكوندريا إندوبلازميك ريتيكولا. فالداي أسايل جليسرول ما يلاقي كالسيوم يتنشط فينشط بروتين كينيز. هنا يسموه بروتين كينيز ايه بقى؟ ده محتاج كالسيوم، كالسيوم يبقى بروتين كينيز سي بتاع السايكل ام بي، بروتين كينيز اي بتاع الداي أسايل جليسرول إنيزيتول ترايفوسفيت سي، بروتين كينيز سي. ولأوائل الأوائل الداي أسايل جليسرول ممكن يشتغل بطريقة تانية انه يتحول لأراكيدونيك أسيد فبروستا جلاندنز. نفتح التكس بوكس نلاقي ان كاتبين لستة طويلة قوي من هرمونات بتشتغل بالسايكليك ام بي، ولستة من هرمونات بيشتغلوا بالداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت، لان دول يا اولاد الاشهر هم دول اللي هنجيلهم في الكورس. الكالسيوم كالميدولين والسايكليك جي ام بي اللي بعد كده دول عمرنا ما هنجيلهم تاني. قليل جدا. ايه الفرق؟ انا بصيت في اللستة بدل ما الطالب يحفظ ما نفكر بطريقة ذكية. اي هرمون فتح كلام يشتغل بالسايكليك ام بي الا اذا كان الاكشن بتاع الهرمون يتضمن كالسيوم. القصه اللي فيها كالسيوم اللي هي القصه الثانيه اللي هو الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت اللي بيجيب الكالسيوم من جوه. طب هو امتى بنحتاج الكالسيوم؟ في تو اكشنز في الجسم. الكونتراكشن عاوز كالسيوم يبقى لو الهرمون بيعمل كونتراكشن لازم يشتغل بالطريقه الثانيه. او لو الهرمون هيطلع بروتين هيعمل اكزوسيتوزيس، البروتين بيطلع بالاكزوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس يحتاج الى الاكزوسيتوزيس يحتاج الى كالسيوم. حلوه. واحد من اهم القواعد اللي ارسلها لعبد الله ما يقول لك اي هرمون بيشتغل نون جينوميك اللي هم البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز يشتغل ازاي؟ تقول لهم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي، او احتمال تاني سيبك من الاربع احتمالات الاربع نقط الصفر دول، لا دول ما نرجع بيهم خالص. الاحتمال التاني يشتغل بالداي اسايل جليسرول والانستول ترايفوسفيت، الداي والتراي، داي اسايل جليسرول والانستول ترايفوسفيت بيجيب الكالسيوم عشان ينشط الداي اسايل جليسرول. الداي اسايل جليسرول محتاج كالسيوم عشان ينشط البروتين كينيز. امتى اختار نمره 2 ده؟ لو لقيت ان الاكشن بتاع الهرمون يحتاج الى كالسيوم. في كام اكشن هيحتاجوا الكالسيوم؟ هنبقى نتذكرها في الكورس. لو في كونتراكشن محتاج كالسيوم. لو في اكزوسيتوز للبروتين محتاج كالسيوم. الكالسيوم كالمودلين ده هتقوله في السؤال ده بس اكمالت الصوره، هل في ثيرد سكند ميسنجر؟ كالسيوم كالمودلين. ان لما يمسك الهرمون مع الريسبتور يشغل جي بروتين يفتحوا تشانلز يزودوا الكالسيوم جوه. الكالسيوم بيجي من مصدرين يا ولاد، يا اما من جوه من الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم، يا اما من بره. خد بالك في القصه دي الكالسيوم من جوه بس للاوائل، انما هنا الكالسيوم بتاع الكالسيوم كالمودين جاي من جوه ميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم ومن بره. بره في تو تشانلز، يا ليجاند جيتد تشانل يا اما فولتج جيتد تشانل. تمام. كالسيوم لما يدخل تركيزه هيزيد، حفظتها بطريقه لطيفه، ناقص 8 ناقص 7 تبقى ناقص 6 ناقص 5، انا حافظهم منهم ورا بعض، من ناقص 8 ناقص 7 الى ناقص 6 ناقص 5. كالسيوم لوحده ما ينفعش ينشط انزيم، محتاج بروتين يموديوليت يطوره. اسمه ايه البروتين اللي بيموديوليت الكالسيوم؟ اسمه كالسيوم موديوليتنج بروتين. طب في كلمه واحده كالموديولين، كالسيوم موديليتنج بروتين، بروتين موديليتنج كالسيوم. هيعمل كومبلكس اسمه كالسيوم كالموديلين ينشط الانزيم يعمل له فوسفو ريليشن. يبقى خلصنا ان الطريقه الاندايركت فيها ثلاثه سكند مسجر، سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي معظم الهرمونات. ثم اذا كان الموضوع عاوز كالسيوم اي كونتراكشن اوكسيتوزيس يبقى داي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. ثم حشو كلام الثالث ده بس في السؤال ده الكالسيوم كالمودولين كومبلكس. رابع سكند ميسنجر ده اللي هو بيتكون بطريقه مش اندايركت طريقه دايركت
اللي هو السايكل جي ام بي، مش هنجيله لانه ده مهم في هرمون واحد اللي هو الايترالوتيك بيبتايد اللي مش هنجيله. يبقى انت غير السؤال تطلع في اي مود اوف اكشن لما نجيله طوال الكورس لما اقول لك ده نون جينوميك بروتين وبوليبتايدز وكاتيكولامينز بيشتغل ازاي، تقول لي سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي. امتى تقول ده اسايل جلسيرول انسول ترايفوسفيت؟ انسول ترايفوسفيت ده بيجيب كالسيوم من جوه، ده الموضوع عاوز كالسيوم. يعني ايه؟ يعني لو الهرمون بيعمل كونتراكشن او اكزو سيتوز، بس ده القصه. نقولها تاني، يبقى النون جينوميك عشان انا عارف انها صعبه شويه، خمس جمل مش هعيدهم تاني عكس الخمسه اس عشان عاوز الخص. نون جينوميك في عندي احتمالين، ازاي هننشط الانزيم بان نعمل له فوسفوريليشن، ازاي بواسطه انزيم، انزيم هينشط انزيم اسمه ايه؟ بروتين كاينيز. طب هذا البروتين كاينيز مين اللي هينشطه؟ سكند ماسنجر اهم. يبقى نحكي قصه تكون الثلاثه سكند ماسنجر دول. ستيب 1 الهرمون الفيرست ماسنجر يتحد مع ريسبتور اللي هو سيربنتاين سبع لفات، خطوه اولى. خطوه ثانيه فيغيروا نشاط جي بروتين، ما ممكن يزودوه او يقللوه لان في انهبيتور جي بروتين وفي ستيميلاتور جي بروتين. الجي بروتين خمس جمل قلنا متصل بجوانزين داي لما يبقى انكتيف وتراي لما يبقى انكتيف، ده جمله تراي يبقى اكتيف، داي انكتيف وجوانزين تراي فوسفيت اكتيف، طلقه بالثلاثه قلنا. الجمله الثانيه انه انترا سيلولار بروتين، الجمله الثالثه هيترو تريميريك الفا وبيتا وجاما. الجمله الرابعه انه وظيفته ايه في الام اس كيو، ريجيلاتوري بروتينز ممكن ستيميليت ممكن انهبيت، في ستيميليتور جي بروتين وانهبيتور جي بروتين. الجمله الخامسه ازاي اكتيفيت الانزيم اللي هيعمل السكند ماسنجر لما الجوانزين داي فوسفيت يتحول لجوانزين تراي، تراي هو الاكتيف والالفا تبقى ديتاتش من جي بروتين واتاتش الانزيم. دول يؤدوا لتكوين واحد من ثلاثه، اوعى تنسى ريسبتور سبعه والجي بروتين ثلاثه اتكلمنا فيهم، يؤدوا لتكوين واحد من ثلاثه سكند ماسنجر. اهمهم سايكليك ام بي، تقول عنه كام كلمه؟ ثلاث كلمات. الانزيم اللي بيعمله ادينايل سايكليز اللي بيكسره نمره 2 فوسفوداي استريز، اللي بينشط الانزيم من خلاله لازم يبقى بروتين كينيز، بروتين كينيز ايه لانه بينشط بالسايكليك ايه ام بي فاسمه بروتين كينيز ايه. ده في معظم الهرمونات ومعظم الجسم مش بس الهرمونات، الا اذا الاكشن كان محتاج كالسيوم يعني كونتراكشن اوكسيتوزيس قصه ثانيه. الانزيم هنا بقى مش هيبقى ادينايل سايكليز، اللي هينشط بالهرمون ريسبتور كومبلكس والجي بروتين هيبقى اسمه فوسفولايبيز سي، بيشتغل على الفوسفوليبيد اللي في السيل ميمبرين، فوسفولايبيز سي، سي عشان كالسيوم. هيكسر فوسفاتيداي انزيتول باي فوسفيت الاثنين داي وتراي، داي اسايل جليسرول ده المهم، والشيء لزوم الشيء اللي هو الانزيتول تراي فوسفيت اللي هيجيب له كالسيوم من انسايد يجيب للضاء اسايل جلسيرول عشان نشطه بروتين كينيز فنشطه الانزيم. يبقى ليه قلنا كالسيوم؟ القصه دي فيها كالسيوم جاي من انسايد بالانستول ترايفوسفيت، الشيء لزوم الشيء الضاء اسايل جلسيرول محتاج كالسيوم اللي يجيبه له انستول ترايفوسفيت. لاوائل اوائل الضاء اسايل جلسيرول ممكن ينشط الانزيم بطريقه ثانيه انه يتحول لاركيدونيك اسيد فبروستاجلاندينز. دول اللي هنجي لهم ثاني يا ولاد، في الاساس السايكليك ام بي ثم السايكليك ام بي ثم السايكليك ام بي. الا اذا كان الموضوع عاوز كالسيوم يعني كونتراكشن اوكسيتوزيس هنروح للداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. ثالث سكند ماسنجر بالاندايركت اللي هو الكالسيوم كالمودولين. ان الكالسيوم ده مصدره جاي منين؟ من الانسايد ميتوكوندريا واندوبلازميك ريتيكولم او من اوتسايد باللايجاند والفولتج جيت. الكالسيوم لوحده ما ينفعش، يتحد مع بروتين يحور الكالسيوم. شوف ماشي بالتورش معاك اهو الليزر. بروتين يموديليت الكالسيوم كان مودولين، كان تركيزه اوعى تنسى ناقص 8 ناقص 7 بقى ناقص 6 ناقص 5. يبقى الاندايركت ميثود دي بتعمل 3 سكند مسجر. طب نيجي الدايركت. دايركت يعني الهرمون يمسك في الريسبتور، في دايركت الدايركت الريسبتور هو نفسه البروتين كينيز اللي هينشط انزيم يعمله فوسفوريليشن. ده اللي هو مين؟ تيروزين كينيز اللي هو مين اشهر انزيم هنا هنجيله الهرمون اللي هو الانسولين. دي بسميها دايركت الدايركت، هرمون يمسك في التو هيدز بتوع الريسبتور فالتو تيلز بتوع الريسبتور هم اللي بيشتغلوا كتيروزين كينيز في حاله الانسولين. في دايركت بس مش كده قوي، ان الهرمون يمسك في الريسبتور فالريسبتور نشط انزيم
يعمل رابع سكند ميسنجر اللي مش هنجيله ابدا غير في القصه دي اللي هو سايكليك جي ام بي بتاع الاترناتريتيك بيبتايد. دول تقريبا يا اولاد في الريفيجن ثلاث محاضرات تقدر تسمعهم مره ومرات. اشكركم على حسن انصاتكم وسعدت بلقائكم واتمنى اكون فدتكم. ولا تنسوا واشكركم مسبقا على العطاء السخي للأطفال المرضى من مستشفى أبو الريش. شكرا وألقاكم قريبا بإذن الله إذا كان في العمر بقية. شكرا.